اهلا 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 اهلا، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد، ونتمنى ان يكون عيد سعيد على الجميع باذن الله سبحانه وتعالى. شوفوا يا جماعه، احنا الحلقه دي هتبقى حلقه حلوه، وجزء من جمال وروعه الحلقه دي هي ضيفتنا اللي موجودة معنا في الحلقة. فرأيي، وأنا أظن في رأي الغالبية العظمى يعني من المشاهدين والجماهير زي ما بتقال، إنها واحدة من أقوى الفنانات اللي موجودين في مصر وفي المنطقة العربية. وليه بقول لك كده؟ لأن عندها قدرة حقيقي مخيفة على تجسيد أي شخصية، بل إنه مستعدة دايما كمان للقيام من وجهة نظر أنا بمغامرات أنا مش شايف أنها بالضرورة تقوم بيها. وهقول لك في الحوار معاها مغامرة زي الإيه وليه توافق على ده، وإن كان أظنه تحدي وتألقت فيه بشكل مذهل بشكل مخيف. أنا مش هقول لك غير لما الأول هنشوف ويلكم كليب لطيف وبعدين نرجع نكمل الكلام. في مدام عايزة حضرتك، اسمها صفاء. صفاء أخت زيدان باشا. أهلا بيك، تفضلي يا حبيبتي تفضلي. بلاش السكة اللي انت ماشي فيها دي يا زيدان، هتهد كل اللي احنا بنيناه. انت أخويا أنا بس، ممنوع حد يخش حياتك، ممنوع حد يزعجك إلا مراتك وبنتك وأختك. دفتر الشيكات اهو، ما يغلاش عليك. بس أحب أقولك، الفيلا القديمة تلزمني. مبروك عليك يا روح قلبي. عايزه حاجه تاني تقولها لي؟ الدلع والنعيم اللي انت فيه شافته مراته الاولانيه، وبتشوفيه انت دلوقتي، وهتشوفوا اللي بعد منك ان شاء الله. لا 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 لا، الكلام ده ياخر ما يقدمش يا زيدان. حاسب، انا ملاحظه انك متغير بقالك شهر. الفلوس مش اكل وشرب بس، الفلوس هي الحياه. مش انت مدام صفاء؟ انيسه. خلاص بقى، ما المسألة ما فيهاش تشويق، هي انتصار. منورانا جدا 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 جدا. أهلا بيك وأهلا بكل المشاهدين. كل سنة وانت طيبة. وكل سنة وانت طيب. شوفي، أنا من ضمن الكلام اللي كنت بقوله، بقول إنه انتصار ما عندهاش أي تردد في إنها تخوض مغامرة. وبعد كده قلت أنا هسأل السؤال، مغامرة زي إيه؟ هقولك في وجهة نظر أنا، في مسلسل ذات، إيه اللي يخلي انتصار تقوم بدور أم نيلي كريم؟ وعملياً هو نفس السن تقريباً، نفس الجيل، يعني ليه أقوم بدور أم زميلتي اللي قدي ومن نفس جيلي؟ أنا بشوف ده إنه مغامرة بنت لذينة. لا، هي مش مغامرة ولا حاجة. أصل هي مش مغامرة، ده كلام قديم، يعني كلام عفى عليه الزمن. ازاي؟ بتاع ان هو أصلا ولازم ما بيننا طول الوقت ناس غنونة وأمورة مش صغيرة وغندورة، وما بقاش ام ابدا ابدا ولا جد ابدا ابدا ابدا. لا، ده كلام يعني ادم الكلام دوت. بس ام لا 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 لام، وبتكملي لحد ما العيال يكبروا ويبقوا عرايس. 80 سنه. وصلت ل 80 سنه. بجوز احفادي. صح، واحفادي خلفوا. يا دين النبي، يديلك طول العمر. وكبروا كده عيالهم بقوا ما شاء الله، يعني لحقت الجيل الثالث كمان بقى قد كده، كبار كده ما شاء الله. وفضلت مكمله في المسلسل يعني، ولما اتعرض عليا ما حسيتش باي تفكير، يعني اللي هو ايه ده، معقوله؟ لا خالص، عادي يعني، دور ده شغل. وانا كنت شايفاه فرصه كمان، فرصه ان انا اقعد اجرب نفسي. وعلى فكره انا كنت مرعوبه من الكبيره، مش مرعوبه من الست الصغيره، لان الصغيره انا هعملها. يعني انا ممثله شاطره وعملت ادوار قبل كده، هعمل ده كويس. حلو. يا ترى ازاي بقى من اول سن، انا لقيت من اول سن 60 هقنع الناس ولا لا؟ هروح فين واقول ايه؟ 60 70 80، ايه ده ايه ده ايه ده، فين دول؟ طيب هفرق ازاي ما بين ال 60 وال 70 وال 80؟ يعني هدرجها ازاي؟ ما مش معقول فجاه كده بقينا عواجيز على طول نفس الشكل. على الاقل الشكل بيتغير والاداء كمان بيتغير. هنعمل ايه بقى هنا؟ على طول بقى ايه؟ يعني قعدت ايه؟ قلت خلاص، هو مش دلوقتي التصوير ده، بس تعالى عملنا بروفا مكياج الاول في الكبر قبل ما نبدا مع المكير محمد عبد الحميد. حلو. وهو شاطر قوي ما شاء الله عليه، ومتخصص قوي في الحته دي. وكان برضو محمد عشوب برضو
هو اللي ماسك العمل برضو قديم قوي ويفهم في الكلام ده. عملت البروفة الشكل وتستني بقى شوية كده كتير لغاية ما نيجي للمرحلة دي. قعدت أفكر ما لقيتش بقى غير تيتا تيتي بقى. قعدت تستدعي. آه وكانوا سامحين لنا بالارتجال جامد قوي في المسلسل ده، فجبت تيتا كان ليها كلام كده ينغص يعني. زي إيه؟ زي أنت طول النهار هتضيعي وقتك مع الجيران وتروحي تقعدي عندي، اقعدي مع عيالك أولى. وده كلام جداد فعلا. هو في اصحاب مفيش صحاب، عيالك اولى وبيتك اولى. اقعدي اعمليك شويه بسكوت، اعمليك شويه ميني في الفرن، عيالك يتغذوا بيهم، لان اللي هتنام دي في شقتها وتقفل الباب وتنم عليكي بعد كده وتطلع اسرارك بره مش هتنفعك بحاجه. اللي هينفعك بيتك واولادك وجوزك. تضيعي وقتك ليه على الفاضي والمليانه؟ تفتحيش باب الشقه وتحطي رجليكي بره باب الشقه غير لما يكون في فايده. غير ده بيتك اولى بيكي، بيتك محتاجك. لكن ده تقول الكلام ده للراجل بس تقوله للست. عشان كده كانت طول الوقت عماله تنبط بنتها بس ما نبطتش ابنها. اه اقعدي بيتك اولى بيكي، كل ساعه انت قاعده بيتك بيستفيد. فانت استدعيتي الشخصيه هي. بتاعت جدتك هي. وما يعجبهاش الكلام المايع كده، وممكن تهب في اي حد حتى لو ضيف مهم، حتى وناس جايين يخطبوا حفيدتها مثلا. يعني دول ناس نشيلهم على الراس، جايين يخطبوا، جايين ياخدوا البت اللي عندنا، مش جايين ياخدوا الواد، جايين يسطروا بنتنا. فدخلتي لسوعتيهم عادي؟ ده شطها وشتمتها لان كلامها مش عاجبني. وست قراره كده غتيته يعني نسب ما يشرفش يعني. ست غلسه يعني يا ريت الجوازه دي تغور في 60 دقيقة. فكانت هي كانت شرب كده جامد يعني. ده يخليني انه انا عايز اقول لك ان احمد ادم اتصل بيا وانا كنت ساعتها في مهرجان في المغرب. قعد يتكلم بتاع مثلا نص ساعه في التليفون، وانا عايز اقول ان احنا دولي يعني. اه يعني انا رومنج كده بندفع كتير قوي. احنا كده بنعجب يعني، كده الاعجاب مكلفني. المكالمه دي على ايه؟ على مين؟ فقعد قال لي انت جبتي ستي. صح. انا ستي قاعده قدامي دلوقتي وبتفرج عليك، هي بكلامها وزعقها وتفاصيلها جبتيها ازاي. انا فاكر المكالمه دي كويس، هو هيسمعنا برضو دلوقتي. اللي قاله ادم، واللي انا اصلا من الناس اللي تحب ادم جدا. جدا. اللي قاله ده انا اظن بحكم بقى شغلانتي ان انا بقعد اسمع قدر الامكان ناس كتير جدا في وقت عرض المسلسل وبعد عرض المسلسل كل ما يعرض، انه كل الناس دون استثناء كان انتصار بالنسبة لهم هي الأكثر النجومية أو لمعانا جوه المسلسل. وعلشان برضو بقى أمين وباسم، علشان لأن أنا برضو أحب باسم. يا حماتي أوف كورس جدا. أوف كورس. هو باسم صبر عارف أنا أحبه قد إيه كمان يعني من زمان. ممثل متميز رهيب. متميز رهيب. جدا رهيب. وانا اصلا بحب الناس الدغري. وباسم اصله دغري جدا. وواضح ومواقفه واضحه دغري. راجل وهو دغري. انا كده يا جماعه يعني عيشوا بقى على ان انا كده وانتصار كده. لانه كل الناس كانت تقول ايه ده بالظبط. بالظبط. هي جده مش هزار. ما كانش ارتجال بقى، فكنت طلعتي طب راحتي بقى. بس ده انت يا انتصار. انت عموما على ما يبدو دائما، حتى لما نيجي نشوف اي حوار صحفي ليكي، اي حوار تلفزيوني ليكي، انت شخص دغري وعدل، واحيانا يوصف ما بين قوسين انه صادم. انت توافقي على اللي بين قوسين اللي هي صادم دي؟ بس هو صادم ليه؟ انا معاك موافقه تماما. صادم بس ليه؟ لان كله بيغني يعني، ما كله عمال يغني كده ما اعرفش، وغنى نشاز قوي يعني، والموضوع بقى زاد عن حده يعني، وبقى نشاز قوي، وتكرار نفس الكلام اللي بتسمعه كل مره اللي هو فيه تناقض زاد عن الحد قوي يعني. ما نبقى واضحين يا جماعه والصراحة عادي يعني، على الاقل لما تبقى صريحه هتواجه مشاكلك. وبعدين ما وصلناش بقى لدرجه برضو ان احنا نغني في 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 حاجات اساسا يعني مش موجوده. انت بتزرع حاجات جديده يعني ناوي تزرع جديد يعني؟ ده لو بصيت كده اهو موجود اهو. فجاه ابص لك تقول لي مش موجود. امال انا شايف ايه؟ خيال يا ناس. امال انا شايف ايه؟ مش عارف. انت شايفه؟ معقوله هو موجود؟ اختفى سبحان الله يا راجل. طب نتعامل ان هو مختفي بقى كده. طب لا مش طب انا هتعامل مره انه مختفي، هتعامل مره تانية انه مش موجود، هسكت وابلعها.
لكن بقى يعني بتزيد قوي منك، يعني بتزيد قوي، فبتضطر تقول لا يا جماعه على فكره في حقيقه موجوده اهي هنا. ففكره انك تشاور على حاجه موجوده والناس متجاهلها لاسباب انا لا اعلمها، يا يعني ممكن دي اسباب بقى كتير. لا ما هو ما انت اصلا انت عايش في الدنيا ليه؟ عشان تقول يا ما تقولش. يعني انت اساسا كلك على بعضك ايه؟ وبتظهر في التلفزيون ومشهور ومؤثر ومحبوب، هتكذب كمان؟ تكذب ليه؟ عشان تمشي مع الموجه. يا اما بقى هتلاقي هي الناس هتلاقي بقى مواقع الكترونيه بقى والناس عايشه على قفاك بقى وتتغذى عليك بقى وعايز انك هتتهز. يعني هو هتهز ليه؟ ما انا قلت خلاص ان لازم تبقى حقيقي، يعني ده بمنتهى البساطه. بس دايما دايما يقولوا ايه؟ يقولوا انه يا جماعه الشغل في الفن يستوجب منك انك تبقى مجامل، انك ما تخشش في صدمات، انك ما تقولش، يعني بيقولوا والله اعلم. واذا كان الكلام اللي هم بيقولوه ده منطقي، ان ده ما بيهزكيش انه طب انا كده ممكن اخسر شغل، اخسر علاقات، اخسر ناس الى اخره؟ لا هو انا اصلا يعني اعرف الاصول حلو، يعني ما بغلطش في حد حلو ولا غلط في الزملاء، لان انا عارفه يعني ايه زماله ويعني ايه صداقه ويعني ايه سر، لان يعني الاصول العامه في الحياه دي انا عارفاها ومحافظه عليها. لكن دي اراء حقيقه، يعني انا ما بعرفش ابلع الكلام. يعني هل كل الناس بتعرف أجاوب تتحمل الراي ولا لا؟ كل الناس تقدر تتحمل الرأي الصريح ولا لا؟ لا هما بيتحملوه، عارفين ان هو صح وكل حاجة. هستأذنك، عايزين نشوف مشهد من مسلسل ضرب نار، وكما جرت العادة برضو هي المشاهد بتاعتك لازم تبقى لافتة جدا، يعني حتى برضو والله وانتي بتكلمي حتى مع ماجد المصري الجملتين اللي قلتيهم برضو قاتلتين جدا. بص من انا اختك، انت مش حد ليك في الدنيا غير اختك وبس. أيوة. مش حاجة، حلقة استحواذية جدا قفلت عليه يعني. حصار. أيوة. فانا هستاذنك هنشوف مشهد من ضرب نار. غير كده انا مش دايما، وانت اظن عارفه ده، انا مش من اصل اللي هو يلا بينا نتكلم على مسلسل باعتبار ان احنا يا دوب لسه مخلصين رمضان. انا بحب اتكلم في العام وانها تبقى دردشه وحواديت والكلام يجيب بعضه. بس برضه هنشوف جزء من ضرب نار ونرجع نكمل الكلام. اوكي. يا فندم، في مدام عايزه حضرتك، اسمها صفاء. صفاء اخت زيدان باشا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا مش جايه اتضايف في بيت اخويا. ايه ده انت طلعتي حلوه اكتر كمان ما وصفوكي ليا، بس مش عارفه بقى هتطلعي عاقله ولا زي ما بيقولوا. انا ما كنتش عارفه ان انت جايه تعينيني. انا جايه لمصلحتك، انا شايله عنك بلاوي كتير، اولهم يمنى مراد زيدان باشا، وتانيهم يسري اخو زيدان باشا، وناس كتير عايزين يؤذوكي ويشيلوكي من السكه. انت عارفه الاذى سهل، لكن التفاهم للي بيفهم اسهل. انا مش عارفه ايه كراسه الشروط اللي انت جايه تكرهها لي دي. حضرتك ما تتعبيش نفسك وتبعدي عني اي اذيه. أنا ربنا خلقني أعرف أرد للي يفكر بس يجي يأذيني. ونعم بالله، وأنا ربنا خلاني ما بحبش أضيع وقتي، فالهري واللك ده ما حبوش يا بتاعت شبرا أنت. أهو أنت قلتي، خافي بقى من بنات شبرا، واللي يقرب ليهم يزعل قوي. أنا مش لسه قايلالك ما بحبش أضيع وقتي، هخش في الموضوع على طول. شيك ب100,000 وليكي شيك زيه تاني لما تمشي من هنا وتشيلي زيدان من دماغك وتبطلي تلعبي عليه. تمام. عايزه حاجه تاني تقولها لي؟ هتمشي امتى؟ النهارده هيجيلك الخبر. بس اضمن منين بقى الشيك التاني ابو 500,000 جنيه؟ ايه ده، ما كنتش عارف انك عمليه كده. هو في احلى من الانجاز؟ خلينا ننجز.
تشربي ايه؟ عندي فراولة فريش اجيبلك؟ ابقى اشربه معاكي لما اجيلك شبرا ومعايا شيك ابو 500,000 زي ما انتي قلتي. هو الشخصية دي شريرة ولا مش شريرة؟ لا هي مش شريرة، هي عملية جدا وبنت وكبرت وكبرت عيلتها معاها، فمش متخيلة ان تجيلها بنت من تحت الأرض تسحب بقى 20 مليون كده و50 مليون كده لا الملايين دي احنا تعبانين فيها. دخل بقى تقشط العيلة ولا لا إيه؟ لا لو عالساهل كده ما شافتش أيام وليالي وتعب ومجهود لا، فعلى طول بتتصدى. يعني لما الموضوع يجي بقى عند السنين اللي هي تعبت فيها عشان تعمل الثروه دي، حد بقى يلعب فيها؟ لا، حتى اخوها ما بتهتمش بيه. لا لا، لما بتيجي يعني تمثلي الشخصيه، خلاص انت داخله على البلاتو هتصوري، انت بتبقي جهزتي الشخصيه ازاي؟ يعني بتعتمدي على اللي بتقريه، وممكن تستدعي حاجات زي ما حكيتي على مسلسل ذات واستدعيتي شخصيه بتاعت جدتك الى اخره، بتمثلي ازاي؟ بمثل ازاي؟ شكلك عايز تمثل. لا شكلك عايز تمثل ولا بعرف. لا انت عارف انك جين والله ولا الهوى. لا قالوا لك كذا مره والله العظيم على مشارف الخمسين وضايع. مالكش تجربه تمثيل قبل كده؟ مع يعني دخلت فيلم مع خالد يوسف غالبا انا بوظته. ليه؟ طلعت تسع مشاهد. دايما اقول لخالد كده اقول له اكبر غلطه انك خدتني، يقعد يضحك يقول لي بالعكس يا ابني. ايوه. اقول له انا ابيض. لا تنفع تمثل على فكره، انا ابيض لانك جين وشكلك مهندم وعندك قبول. بس انا لو بتسالني انا، يعني انا اقول لك انه مش مهم الممثل او الممثله يكون شكلهم جميل بقدر ما يبقوا فعلا موهوبين بشكل حقيقي. عندهم قدره حقيقيه على التشخيص، وانا احب كلمه تشخيص عشان في ناس بتعتبر انه الكلمه مش حلوه. انا بشوف تشخص دي حاجه كبيره قوي. قوي يعني، فبتحتاج موهبة حقيقية يعني. بس برضو لما تبقى وسيم وعندك قبول وجسم رياضي دي برضو بوابة، وبعد كده نشوف موضوع بقى التشخيص ده. لو مفيش هتقعد في البيت. بوابة غير دائمة، عامل بالظبط زي الفنانة. انت مستضيفاني. زي بالظبط الفنانة اللي ممكن تعتمد على انها جميلة. محمود المليجي في رأيي واحد من اهم الممثلين اللي ظهروا في الدنيا. ايوه صح، وبالتأكيد لا يوصف بأنه ممثل وسيم أو جان. أيوه. بس بالتأكيد مفيش واحد يقدر يعمل فيلم الأرض غير محمود المليجي. الاختيار غير محمود المليجي. اسكندرية ليه في الشخصية بتاعته غير محمود. محدش هيعرف. فدي موهبة. لكن بقى والله الفنان ده وسيم، الفنانة دي جميلة، وبعدين فين الموهبة؟ هي دخلة بس يعني 20% من القصة. لو ما كانش فيه موهبة بس اسمها يعني عدت، لكن ما فيش موهبة مش هتشوفها تاني، مش هتقابلها. يعني ممكن تعطلنا 6 شهور كده لغاية ما نكتشف ان ما بتعرفش تمثل او ما بيعرفش يمثل. بس لما تبقى ممثل كويس قوي 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 وما عندكش لا القبول ولا الشكل الكويس ولا الجسم الكويس ولا اكشن ولا مواهب اخرى، يعني هنقعد وقت طويل لغاية ما نكتشف وتاخد فرصتك. طب ما ده سؤال، هل ممكن يبقى في ممثل كويس جدا وموهوب بس ما فيش عنده قبول؟ بص، هو لازم نصوره بالكاميرا عشان شكلك في الكاميرا حاجه. وشكلك في المسرح على الحقيقه لايف كده عين لعين. وانا شايفاك قدامي حاجه تانيه. لازم تتصور بالكاميرا، عشان كده كان في حاجه اسمها تيست كاميرا. لانك بتبقى واحد تاني في الكاميرا. ممكن انا شايفاك دلوقتي يعني 50% جميل. لطيف. اشوف الكاميرا اقول ايه ده نجم عالمي، ده مين ده، ده مش من هنا، بقيت واحد تاني. الناس مش مصدقه. لا ده بجد فعلا انت في الكاميرا واحد تاني، مش اللي احنا عارفينه في الحقيقه. مختلف تماما، لان الكاميرا شافتك بعينيها. عشان كده اقول لك ايه، يا ده دي شكلها احلى قوي على الكاميرا، لما شفناها في الحقيقه ما كانتش كده. او تلاقيها مثلا ايه حجمها صغنن. ايوه. وانت في الكاميرا بتشوفها كبيره وطويله وبترقص وكاريزما ومن اشد المعجبين بيها، ما نشوفها في الحياه تلاقيها صغنطوطه ومش حلو قوي كده. على 3 ساعات اسمع تعليقات كده اللي هو ايه ده؟ لا انا بسمع تعليقات العكس على نفسي، بيقولوا لي ده انت طلعتي حلوه،
لكن ساعات اسمع تعليقات على بعض الناس يقول ايه ايه ده الدريتش حلو زي ما شوف التلفزيون. هو فعلا الكاميرا شايفه واحده تانية غير اللي انت شايفها في الحقيقه. طب اقول لك حاجه تانية برده على الممثل نفسيا. الممثل قدام الكاميرا بيبقى حاجه، ومجرد ما خرج من الكاميرا حاجه تانية. دخل اوضته او روح البيت، وقف بقى يعمل كوبايه شاي لنفسه في البيت، او يركب اسانسير بيته، او يسوق عربيته، واحد تاني، هو نفسه واحد تاني. بس اظن ده طبيعي لانه البني ادم في حياته بني ادم مركز ولابس الهدوم بتاعت الشخصيه، فهو في عقله الباطن اعصابه الحب هو الشخصيه اللي بيعملها. خرج بره الكاميرا روح بيته، هو البني ادم اللي عايش مع الاسره دي. ما هو كانوا يقولوا كده بما ان احنا اتكلمنا على محمود المليجي الله يرحمه، انه اطيب واهدى خلق الله. وقعدنا لسنين طويله نتفرج على الافلام بتاعته في شخصيه الشرير فقط. ده عينيه بتطلع شر، مش ممكن ما تكلمش لسه، مفتري. ازاي ده بقى اطيب خلق الله وازاي ما بيتكلمش وازاي بيقول لك هادي؟ انا بقى مش عارف، قابلتي استاذ عبد المنعم مدبولي ولا لا؟ انا قابلت استاذ عبد المنعم مرتين هنا في التلفزيون، وكان في مكتب الاستاذه صديقه حياتي ربنا يديها الصحه في الفضائيه المصريه. احنا كلنا نعرف بابا عبده، يعني جميل ويضحكك وابتسامه انا شفت راجل في منتهى الجديه، في منتهى الحزم، الصرامه، لم يبتسم لمده ساعه. فقعدت بقى وماشي فيه يعني ولا اي حاجه، ما ضحكناش لانه بيعمل مسرح كوميدي ولا اي حاجه. ده ايه ده؟ مدرسه يعني. ده الاستاذ عبد المنعم مدبولي، مدبوليزم، مدرسه. مفيش حد تاني خالص. بيتكلم في شغل جدا، وبمنتهى الجديه وبمنتهى الهدوء. بلاش. مره سمعت حوار عامله الله يرحمه استاذ وجدي الحكيم مع الله يرحمه اسماعيل ياسين. وكنا في الاستوديو عند الاستاذ وجدي في الهرم في شارع فيصل. وبعدين استاذ وجدي تعمد انه ما يسمعنيش المقدمه بتاعه الحوار عشان ما اعرفش مين اللي هو بيكلمه، بس مجرد فقال يوسف مين ده؟ قلت له مش عارف. انا طبعا سامع صوت اولا رخيم، رخامه مذيع راديو من بتوع الجيل بتاع زمان، حاجه يعني، وهدوء وتعقل وكلام بمنتهى الحكمه. قلت له مش عارف يا استاذ وجدي. قال لي انت عمرك ما سمعت الراجل ده؟ قلت له لا بصراحه. قال لي ده اسماعيل ياسين. وراح مرجع التسجيل من اوله، اسماعيل ياسين. قلت له ده اسماعيل ياسين؟ قال لي اسماعيل في حياته شخص في منتهى الجديه. ايوه منتهى الجديه. ففي الوقت ده كان مثلا بقاله يجي دلوقتي 20 سنه الكلام. فوقتها بدات يبقى في عندي تصور انه احنا بنشوف ناس تانية. ايوه وهو في الاذاعه حد تاني طبعا، غير في التلفزيون غير في الحقيقه طبعا. الحقيقه حد مختلف بالكليه يعني. ده يجرنا الى انه بالتاكيد انتصار حد تاني غير احنا بنشوفه. 100% من كتر الشخصيات، من كتر الشخصيات. ما انت بتقعد يعني، انت قلت لي سؤال في اول كلامنا قبل ما كده، قلت لي ازاي بتعمليه الادوار بالظبط. دلوقتي المخرج كلمني، رحنا قعدنا، خدي الورق ده قريه، خدنا الورق قريناه. المخرج ممكن يكلمني في التليفون، لقيتي ايه؟ طب ايه رايك في الشخصيات الثانيه؟ طب ايه رايك انا حاطط كذا في كذا، ايه رايك في ان كذا؟ اقول له لا مش حاسه ان هي انكاست. ممكن لو جبنا، يقول لي يا بنت ليه جبتيها ازاي دي؟ اقول له انا كنت وانا عماله اقرا كنت حاسه بفلان وكانه قدامي بيك. والله برافو عليك، طب انا هشوف الموضوع ده. طب ايه رايك؟ طب قولي لي كده. طب استني المؤلف هيكلمك. ساعات ايه المؤلف؟ طب ما تيجي نتقابل، فنقعد نتكلم على السيناريو كله مثلا او الشخصيات. وساعات ما تبقاش حاصله المكالمه دي، المؤلف بيبقى في ضوضاء تانية. انا بقى من ساعه ما جالي الورق لغايه ما وقفت قدام الكاميرا، رغم ان في عوامل مساعده كتير، ايه 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 شيء مش عارفه بنفصل الهدوم بتاعت ايه وايش بنعمل ايه، بس انا دماغي عماله تلف شغاله. شبه مين دي؟ دي مين دي؟ بتعمل طب ايه دي؟ بتمشي ازاي دي؟ بتتكلم ازاي؟ طب شبه مين في اللي شفتهم؟ وخلي بالك في ممثل بيعرف يمتص الناس اللي حواليه. صح. يعني عينيه هو مراقبه غصب عنه، دي حاجه فيه. خلقته كده. مش ليك صاحب كده كان بيبقى في المدرسه معاك او في الكليه بيعرف يقلد؟ طبعا. ده انت بيقلد ازاي؟ ويقلد المدرس، ويقلد النظره، ويقلد امه، ويقلد عمه. هو دي شخصيته، بيعرف يلقط الناس. وفي حد الناس بتعدي عليه مرارا كده هو شايف نفسه بس. انا بحب اشوف الناس. فاقعد بقى اقول دي مين من الناس اللي انا شفتهم؟ مين؟ ممكن لغايه ما اصور مش عايزه تيجي.
طب ده برضو يعني عارف الكلام بيجيب بعضه. قبل بس ما نشوف المشهد اللي جاي معلش اصبروا عليا بقى حد عشان يقول في مشهد يوسف وبتاع وانا بحب استرسل ما بحبش ساعات بتيجي بقى فجاه لوحدها. هل عشان قلتي على حكايه التقليدي هل كل واحد بيعرف يقلد بشطاره ببراعه ينفع يبقى ممثل شاطر؟ لا ايوه لا. ويا دي لما مره كنت ممثل مع احمد زكي في الله يرحمه في ايام السادات فكنا في حاجه في عين شمس جامعه عين شمس في قصر كنا بنصور عند القصر ده ومره كنا في مركب لان كنت انا بعمل دور حكمه فهمي. اوكي فبقول له ده بيقولوا ان انت قلدت جمال عبد الناصر وبيقولوا في الفيلم ده كمان انك عامل السينما قلده بالظبط. قال لي هو انا ايه قلدتي وانا مولوجيست؟ انا ما مش بقلد انا بعمل الشخصيه ومن ضمن الشخصيه ان انا شاطر ان بعرف اجيب الصوت بعرف اجيب الشكل لكن انا مش مقلدتي. فانا صدمت شويه مش واخده عليه قوي وانا قاعده فرحانه بالقلب فاكره ان انا بقول له كلام كويس فطلع مش كل من يعرف يقلد يعرف يمثل. خلي بالك كل دي معلومات انت بتاخدها بالخبره يعني انت ما بقتش مذيع شاطر من فراغ ربنا يخليك. يعني حد قال لك جمله حد نهرك مره حد زعلك مره حد اثنى عليك فانت اتكيت على الحاجه اللي جواك حد قال لك نقد بناء. اي حد معتقد انه ما بيتعلمش لحد ما يموت ده منتهي ده شخص منتهي وبلا موهبه من اول ما بدا طبعا بلا موهبه ده خلص خلاص يعني يقول لك لا ده هو اصلا موهوب بس اصله ما بيسمعش الكلام. هي الموهبه اصلها حاجات كتير جدا من ضمنها انك انت تبقى عندك قناعه حقيقيه بانك هتفضل تتعلم لحد اخر لحظه وتستوعب طبعا. واي حد ينقدك بنقد حتى لو سيء تبقى مبسوط جدا اسمع بهدوء يعني يا بخت من بكاني وأضحك الناس عليا. حد يقول لك تحت عينيك منفخ ليه بتتلعثم ليه على فكره وزنك زاد على فكره ده كلام كويس ده وعايزك تشوفك احسن. لا كلمني وزعاني انا هقاطعه. تقاطعه ليه؟ انت ليه عايز اللي يطبل لك؟ وهتقاطع ليه يعني المساله ابسط من ذلك يعني. لا اقاطعه عشان بيقول لي كلام وحش. طب ما نفهم انا لازم حد يطبل لي نفهم دلوقتي. غرضه ايه يعني؟ يعني ممكن يكون الكلام اللي انت شايف والله مره كنت في اسكندريه ناحيه شارع اظن شارع فؤاد وبعدين فاتح الازاز كده على غير العاده انا ما بحبش افتح الازاز عشان ما بحبش يعني التراب يخش جوه العربيه وانا محسوك في الحاجات دي قوي ايه ده؟ انا قتيل ما بتفتحش شباك العربيه عشان خايف التراب يدخل العربيه طب والتراب اللي فوق العربيه ايه رايك فيه؟ ما هيتغسل لكن التراب جوه العربيه ده صعب جدا في تنظيف. بص انا بحب العربيات قوي واحب احافظ على العربيات قوي قوي يعني اهو اكتشفنا نقطه ضعف لا خالص ما فيش نقطه ضعف خالص العربيات لا ده شغف والله لا هنجيب نقطه الضعف. انا في يوم من الايام عايز افتح ورشه ميكانيكا عربيات كبيره. تتكلم بجد؟ والله ما بهزر بحب العربيات وموتورات العربيات. طب ايه رايك في العربيات القديمه الانتيك تحبها؟ كلاسيكس طبعا تحبها طبعا. يعني نفسك تفتح جراج كده تجمع العربيات القديمه وتعديل للموتورات وتعديل في العفشه والسسبنشن بتاع العربيه وتعدلها من جوه وندور على القطعه دي فين ونجيبها جدا تحب ده لا واعرف اقول لك تجيب الحاجه منين كمان ده انا قروب قوي في الموضوع ده سيبس نرجع موضوع. طب ما انت اصل كده انت بتضيع وقتك كمذيع دلوقتي بتضيع وقتك دلوقتي على شاشه التلفزيون. ما انا بربي العيال عشان بعلم العيال وفي مصاريف المدرسه فانا عايز المرتب. لا انت ممكن تبقى مذيع عربيات على فكره في برامج عندها بس ده بيحتاج بقى النوع ده من البرامج عشان تعمل برنامج بقى زي اللي بنقول عليهم كده برامج بلاد بره دي عايزه استثمار في البرنامج مهول. لا انا عايز اقول لك حاجه معلش البرنامج الحلو مش محتاج استثمار. انا عارف برامج العربيات عايزه ثلاثه ميكانيكيه حرفيين مش خريجين جامعات ولا اي حاجه وانت عارف برضو التعليم الجامعي عزيز شويه بره هنا كله بياخد دكتوراه وماجستير وحاجات كده يعني لكن دول ميكانيكيه وفاتحين نشاطهم الخاص وبيعملوا ايه بيدوروا على عربيات اللي متنطره في كل الولايات فيلاقوا تليفون فيسافروا مده 3 ايام عشان يروحوا مزرعه يلاقوا عربيه راكنه في الطين فيطلعوها. طب كل ده هتسافر وهتطلع العربيه وهتصلح العربيه وتدور على قطع غيارها وتصلحها وترجعها كانها لسه خارجه من المصنع دي تكلفه انت مش متصوره عامله ازاي. بس العربيه على فكره هم اللي بيبيعوها هم اللي بيكسبوا لما يبقوا يبيعوها يحلها حلال. احنا هنا السوق ده ضيق عندنا سوق العربيات سوق العربيات الكلاسيك ده ضيق
انا عايز اقول لك حد هاوي وغاوي ويشتري ويدفع فلوس الله يحط مهرها على راي التجار. انت بعد برنامج ده هتلاقي تليفونات بالهبل بتجيلك. في ناس مجانين عربيات وموجودين بس انت مش عارف ما يسركم يا جماعه. لا نورونا نعمل لكم برنامج نعمل لكم البرنامج نعمل لكم العربيه وكل اللي انت عايزه. لكن انا كنت بقول انت نسيتيني ودخلتيني في قصه العربيات. لا انا عجبتني قوي اللي انا بشوف البرنامج ده بتاع الميكانيكيه دول وعجبني قوي. لا ده لو غاوي برامج عربيات ده انا هدلك بقى على مجموعه برامج لانه مذهلة. بيدور على العربيات وبيكتشف مثلا يقول لك ايه العربيه دي كانت بتاع المطرب المشهور اللي في اوائل السبعينات فلان فلان فيقول بس ده معناه ان انت بتحبي العربيات. لا بس مش زيك مش درجه مش درجه الشباك والتراب. فاتح الشباك فواحد راجل واقف بيشتغل في محل قماش او هو صاحبه الله اعلم واقف بره فلمحني سيل من الشتايم بيشتمك في اسكندريه فرحت باصص ورحت وقف بالعربيه. هو طبعا اول حاجه جت في مخيلته ان انا هنزل اتخانق. كل والله العظيم كله قلت له كده بالراحه 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 هو انت كل الشتايم دي ليه؟ فاول حاجه عملها ايه هنا بقى؟ انا اصلا بحبك. الله ما هي دي بقى ملغيه ولاد البلد برضه وانا مش عبيط. فا هو ما انت دخلت له دخله صح هتخش هتتخانق. ده لو انت بطل سوبرمان الشارع هيتلم عليك هياكلك. لا وبرضه يعني ودي حتته ومش كده بس لا ما ينفعش حد يعلي تقوم انت معلي. مش بس كده وانا مش عارف السبب. هو المساله هو انت بتشتمني ليه؟ قول لي السبب وبعدين ابقى اشتمك بعد كده. فقلت له بس بالراحه انا صاحبي بحبك. قلت له في حد يحب حد يقعد يشتم فيه كده؟ طب انت كنت بتحبني طب وايه اللي خلاك زعلان؟ قعد يتكلم ويحكي قعدنا بتاع ربع ساعه مش كتير نتناقش واصر انه يجيب لي كوبايه عصير مانجا وبتاع حاجات زي كده وصالحني وحاجات زي ولو عايز اي حاجه والمحل ده بتاعنا وانت تؤمر وبتاع. انا سيطره ودي برضو حلاوه المصريين يعني. ف لا الاسكندرانيه عشان انت بس منحازه في عشم زايد كده في الشارع وعشم زايد بين الجيران وحاجات كده يعني. الاسكندرانيه منحازه لا لازم القاهرة بقى ليها سحر تاني هقولك عليه بعد ما نشوف المشهد عشان المخرج هيقتلني ومصمم وجايب ناس واقفين بره. احنا بنتكلم انت بتقاطعنا ليه؟ ما المسلسل شفناه يعني ما ماشي ما يقول طب بس مشهد كمان ضرب مشهد كمان ضرب نار ونكمل الكلام. في ايه يا حبيبتي؟ ما تخفي على الراجل شوية ارحميه. هو انت كل يومين تلاتة تخترع موضوع عشان تلهفي لك 5 6 مليون؟ فيلة ايدي اللي ب 50 مليون. وانتي بقى صفاء يا حبيبتي بتتكلمي بصفتك ايه؟ تكونيش بتتكلمي بصفتك مدير حسابات جوزي ولا عشان اخته؟ لا بتكلم بصفتي خايفه على زيدان قلبي عليه لا عشان اخته ولا عشان شغاله معاه. وكنتي فين بقى يا حبيبتي ما اخوكي كان بيقف يبيع بلاطي جلد؟ اي خير زيدان فيه دلوقتي بفضلي انا مش بفضل اي حد تاني. في ايه يا يمنى؟ واحنا كل ما نزعلك تقولي لنا الاسطوانه المشروخه القديمه انا اللي بنيته انا اللي صنعته انا اللي طلعته. في ايه مالك؟ انا بس بحذرك وانبهك ولا يهمك. دفتر الشيكات اهو ما يغلاش عليكي وحمضيلك الخمسين مليون حمضيلك بالانابه حبيبتي يا يمنى. احبك يا صفصة. بس احب اقولك الفيلا القديمه تلزمني. مبروك عليك يا روح قلبي. برضه المشهد ده مش بعيد عن اللي كنا بنحكيه. أيوة دلوقتي أيوة. اتثبتت في 3 دقايق وبعدين انا حاسس ان ورا الموضوع ده في مصيبه يعني انا مش عارف ايه اللي جرى بعد كده بصراحه. هي هتتدمر هتتقتل. هتخلصي على مش انا جوزها اللي هيخلص عليها ماجد المصري. ما اصل السكه الفرق ده نهايته وحشه يعني. بس خدتي بالك من الاسعار؟ 50 ايه 50 مليون انا اتخضيت وانا بصور المشهد اني عايزه فيلا بخمسين مليون. فقلت لهم يا جماعه هو بجد في فيلا بخمسين مليون اللي راح تشتريها للست دي من فلوس جوزها يعني مش جوزها اللي بيشتري بفلوسه. ده فلوس اكسترا دي حاجه كده من المصروف. يعني اللي هو هاتي فيلا تمتعي يا حبيبتي ما شاء الله 50 مليون ما تاخدي لك ال 50 مليون دي تجيبي فيلا يعني. انت متخيل 50 مليون حتى بعد ما الدولار غلي لما تحطهم قدامك كده قد الترابيزه؟ ومش عارف انا عمري ما شفتهم في حياتي بصراحه. انا لو معايا مش هصرفهم انا هخليهم معايا اتفرج عليهم كل يوم. انا اعملهم شهادات. شهادات يعني امان برضو حلو يعني حصن كده جميل. بس مش كل حاجه الفلوس مش كل حاجه الفلوس بس الفلوس مهمه ولا مش مهمه؟
هي مهمة بس هي مش كل حاجة. طب اشرحي أكتر. فلوس لا تعني شيء. فلوس ورق. يعني لو أنت صحتك حلوة الفلوس تعمل لك إيه؟ ما أنت تمام، أنت حلو، أنت بتجري في النادي، أنت بتطبق 24 ساعة، قلبك ده بيضخ كده، خدودك حمرة كده وجميل. فلوس إيه؟ في ورق بتاكل وتشرب بيهم، تدفع على النور مية، حاجات كده. لو أنت سعيد ومبسوط وحواليك صحابك وأهلك ومزدهر في شغلك والناس كلها محتاجة لك وتعرف تساعدهم، إيه فلوس؟ أنا كل حاجة متحققة، علاقتي بالناس، سعادتي مع الناس، وجودي في المكان كله متحقق، تعمل لي ايه الفلوس؟ لا الفلوس هتخليك تبقى اجمد يا برنس، خالص انا جامد من غير الفلوس. يعني ايه اجمد؟ ما ده برضه سؤال دايما بيبقى محير بالنسبه لي. يعني هو يعني ايه الناس شايفه ان الفلوس ممكن تخليك اجمد؟ اجمد هيحصل ايه؟ تلبس بقى جاكيت الماركه وتمسك الموبايل الماركه والعربيه مباب واحد وموديل السنه في موديل السنه والساعه الجامده والبرج الجامد والشقه الدور الكامل و حاجات زائفه، كله زائفه، كله ده زائف زائف. ها طب لو انت مش مبسوط عندك ده كله مش مبسوط هتعمل ايه؟ طب هنا يبقى سؤال، طب بنشتغل ليه لما الفلوس مش مهمه؟ او معتل عندك بعد الشر عليك طبعا، ربنا يخليك، عندك عله مش عارفين نعالجها وعندنا فلوس نقف عليها من كتر الفلوس ومش عارفين نعالج علتك، ما دي علاجها من عند ربنا بقى. هنعمل ايه بالفلوس؟ طب ما هو هيتقال لك طب لما الفلوس مش مهمه بنشتغل ليه؟ يعني الفلوس دلوقتي مش مهمه وانت كويس، ومش مهمه لو انت عندك داء احنا مش عارفين نعالجه. فهيرد عليه المتفزلكين. أيوة. يقول لك ايه؟ الفزلكه، اصل احنا شطار قوي في الفزلكه. والهري. وقت فراغ كتير اصلا. جدا. الفراغ جدا. يعمل معجزات. ايوه، وطول ما انت فاضي تعمل بلاوي. صح. الست الفاضيه تعمل بلاوي. صح. الراجل الفاضي يعمل. صح. بلاوي، وبلاوي الست اكتر من بلاوي الراجل. لا يعني بلاوي الست بفورة. بلاوي الراجل ممكن نعالجها، تتلم هيتسجن مثلا ويطلع عادي، لكن بلاوي الست هنصلحها ازاي؟ مش عارف. نرجع لموضوع الفلوس. فلوس بنشتغل عشان بنتواجد في الدنيا، مجهود، مش لازم تصحى وتعمل مجهود وتشتغل وتعيش فتاخد اجر على دوت فتبتدي تشتغل. المقايضه يعني. زمان كانوا بيقايضوا، دلوقتي بقى يدوك فلوس عشان تقايض براحتك بقى. طب تشتغل علشان انت عندك مجموعه من الالتزامات والمسؤوليات بتوفيها، لكن بيبقى في سؤال، طب ما عندكش، ما بتحلمش ببيت احلى، بعربيه، بمبلغ تامن بيه مستقبلك، بكلام من ده؟ تامن ايه؟ هو انت نفس خارج مش عارف كان داخل ولا لا؟ تأمن ايه؟ ممكن السر الإلهي يطلع. ده في ناس ماتت على الهوى عادي يعني، والموت علينا حق يعني. طبعا. تأمن ايه؟ أمن ايه؟ الأمان عند الله. الأمان جواك، يعني أنت لو أنت ماشي، مش في ناس دايما قلقانة كده وعندها مش عارفة ايه، يغسلوا الكوبايات كتير وهدومهم وخايفين حد يسلم عليهم وخايفين حد يلمسهم ولابسين طول الوقت كمامة. ما عندهمش شعور بالأمان للبيئة اللي حواليهم. في ناس عادي بتاكل في أي حتة وبتقعد في أي حتة ومش بيعيوا. ده أمان، هم حاسين بالأمان. الفلوس مش هتعمل لك أمان، أنت لازم تبقى عندك أمان داخلي، عندك ثقة بالنفس الداخلية. عالج نفسك نفسيا، اللي هو الحاجات اللي بنسخر منها اللي هي اليوجا والطب النفسي والحاجات دي مهمة عشان تعمل لك استقرار نفسي داخلي. والصلاة طبعا، وإنك تبقى مؤمن ما تتهزش، كل ده الأمان. الأمان اللي معرفش أجيبه لك بالفلوس ده مش بيتشرى، مش بيشترى. هديني مليون دولار دلوقتي عشان اجيب لك امان وانت عمال تتهزلي كده، هجيب لك امان ازاي؟ واقعد اقول لك يا ابني هي الفلوس اهي، يا ابني دولار اهو، وانت اعمل ايه؟ هيقول لك ودي لي الدكتور. متفزلكين بقى يقول لك ايه؟ هتودي لي الدكتور يتعالج. وديته المليون دكتور، وديته المليون مستشفى، اكم من امراض ملهاش علاج حتى هذه اللحظه يعني. فلوسه عملت له ايه؟ فالامان والسكينه الداخليه اللي هي نعمه من عند ربنا، دي مش دي من غير فلوس. طب هل ده معناه ده خلي بالك الزهد، ما هو الامان ده الزهد، يعني تبقى رضا. زاهد، تبقى راضي. رضا، ماشي، تبقى راضي. ده معناه الراضي، انه ما تخشيش في راضي، يعني ما فيش حاجه اسمها اللي انت قلته انا عايز اامن نفسي. ايوه، انا عايز احط حاجه كده في العيال. انا عايز لانك زاهد.
انت عايز تعيش يومك وبس. ما بتخشيش في جدل او مناقشات صعبه متعلقه اجري في الفيلم اجري في المسلسل، لا ده فلان انا عارف انه اكتر فلانه اكتر الى اخره. اه طبعا بدخل يعني ده طيب من ضمن الشغل. اه ده من ضمن الشغل، زي ما انت كده بتيجي تقدم برنامج بتتفق على الفكره. صح صح، من ضمن كده العقد ومن طبعًا. ضمن هيقيموك بكام طبعا. يعني انا عايز اعرف انا بنزل من البيت وباجي هنا باخد كام؟ باخد كذا. طيب ليه بتدوا فلان كذا ومع ان كذا وكذا؟ طب ليه؟ طب انا السنه خدت كذا. يعني ده من ضمن الشغل. يعني انا بشوفها انها جزء من تقديرك ليا ان انا مش اقل من اللي زيي. يعني سعرني كويس، تمني كويس على قد مجهودي. لا انت شايف انت شايفني مجهودي اقل، لا انا شايف مجهودي احسن. ممكن ما اشتغلش، انت مؤكد سبت قنوات بسبب انه ما اتفقناش ماديا. اه مرتين. والتقدير المادي برضو تقدير ليك انت، يعني مقدرينك طبعا. فانت بتحس انك راضي عن نفسك وبتحس بالاحترام وانت جوه المكان. صحيح. غير لما يبقى وانت على فكرة، واحنا عندنا برضو الفزلكة، يعني هو يبقى عارف تمنك. آه. وعارف ان الحسيني يتقدر بكذا. آه. بس ليه ما جيبهوش وقعده. آه. وفصله. آه. واكسب الجولة. آه. وعبيط يضحك عليه بقى، هيقولك ده طيب وما كانش بيشتغل بقاله سنة ولا سنتين قاعد في البيت. آه. استغل الموقف. آه. واكسره مضيه على قلب. مش هسيبه اللي يعمل فيها كده، ده هنتقم منه. لا وبعد ما يضحك عليك مش مثلا يعني يستر عليك، لا يطلع يقول للناس شوفوا بقى شوف جبته بكام. آه. تعرف تعملها انت كده؟ انا جبته بقال. كان بيتنك وبتاع. اه ايه الشطاره في ده؟ مش عارف. ويضحك لنا كده في قعدات برضه اللي هو مش عارف جبتها بقى، شفت دفعت قصيت منها فلوس. ايه الشطاره في كده؟ انك قصيت منها فلوس، ما هي مش هتشتغل معاك تاني. اه وفي ذكرى سيئه جواها وانت منعت عنها خير. وجه استفادتك من اذيتي يعني. ربنا هيمنع عنك. انت ما خدتش الفرق في جيبك برضه بالمناسبه. مش فلوسك. انتصار نورتي حقيقي وشرفتي، وبجد انا مبسوط وفعلا عايز ان احنا نعمل لقاء يبقى اطول من كده، او انا احب اسميها قعده اطول من كده. ايوه. لان انا برضه ما بحبش قصه يلا بينا نعمل لقاء ويلا بينا نعمل حوار، دي شكل تقليدي جدا وانا ماليش فيه يعني. فاتمنى ان احنا يبقى لنا قعده اطول اعمق اكتر. وانا اتمنى انك تمثل، واتمنى ان نلتقي تاني ان شاء الله. يا رب. اشكرك الف 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 شكر. كل سنه وانت طيب. نورتينا وشرفتينا وانت طيبه وبالصحه والسلامه. كل سنه وانتم طيبين وانتظرونا. بقولك يا رافض. يا فندم. عينك على المزرعه الثالثه، لو حصل اي تحرك او شفت اي حاجه تبلغني على طول. تمام سيادتك يا فندم. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك. اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك. فاكتبه اللهم لي في ميزان حسناتي. فاجعله في ميزان حسناتي. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. كلمة عليها نحيا. كلمة عليها نحيا. وعليها نموت. وعليها نموت. وبها نجاهد في سبيل الله. وبها نجاهد في سبيل الله. وعليها نلقى الله. وعليها نلقى الله. الله أكبر. 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 اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين مره تانية. بالمناسبه المشهد ده اقول لك انه مش هتستوعب الشعور اللي بيبقى جوه الضباط والمجندين وحاجات زي كده
غير لو انت فعلا في مرحلة او في لحظة من لحظات حياتك تعرضت لخطورة داهمة تهدد حياتك. لا وبالمناسبة يعني مش مثلا حادثة عربية بعد الشر عن الجميع على الصحراء حاجة شبه دي، فدي ما يقدرهاش ولا يستوعبها غير الناس اللي تعرضت لده جدا، لان انت بتحس ان انت ايه بقى خلاص يعني كم ادرينالين عمال نسبته عماله بتزيد في دمك، ضربات قلب سريعه جدا مش عارف ايه. طبعا اول حاجه هتحصل ان في حد هيتفز لك يقول لي وانت ايش دراك، هقول لك انا حضرت. لا حضرت مين؟ انا جوه حربين، مره في سوريا ومره في ليبيا، وشفت ده يعني كنت واقف في هذا الموقف. اللي كتب هذه المشاهد، اللي كتب هذا الحوار، اللي قاعد يفكر في الشعور اللي المفروض يبقى جوه عمرو يوسف وجوه الأبطال بتوع العمل، لازم يكون في عنده مخزون كبير جدا، مش بالضرورة يكون اتعرض لشيء، لكن يكون عنده مخزون مذهل عشان يوصل لك الإحساس اللي انت حسيت بيه وانت في البيت. خلوني أرحب بهذا الرجل اللي قدم لنا ملحمة وبطولة عظيمة اسمها الكتيبة 101، إياد صالح منور. نعم نورك. عامل إيه؟ الحمد لله تمام. بما إنك رجل تكتب وبالتالي أنت رجل حكاء، أنا عايزك تحكي لي الحدوتة من أول كان يا مكان لحد ما توتة توتة بتاعت اللحظة اللي احنا فيها. أنهي حدوتة؟ يا حدوتة إياد. ايه اللي دخلك ما بين الكتابة وبعدين انا ما كنتش عارف، لكن عرفت واحنا بنتكلم دلوقتي انك انت شاركت في صناعة برنامج صاحبة السعادة في بداياته وانطلاقاته الاولى، وده في حد ذاته اصلا يا بختك. وانا اشتغلت مع الست اسعاد في حد ذاتها ويا بختك بان انت شاركت في صناعة واحد من اهم ومن اجمل ومن انجح برامج الوطن العربي بالكامل. احكي لي الحدوتة من البداية يا عم اياد. أنا خريج كلية إعلام جامعة القاهرة، أو بدأت حياتي كشغل إن أنا اشتغلت مساعد مخرج، كان عندي 19 سنة سنة 2005، ويمكن المفارقة إن أنا أول مسلسل اشتغلت فيه كمساعد مخرج تاسع كان العميل 1001، اللي هي قصة من قصص المخابرات العامة المصرية، كان بطولة مصطفى شعبان وإخراج شيرين عادل. وقعدت الفترة بشتغل كمساعد مخرج. في الفترة دي كنت بكتب كهواية، بكتب في مجلات، بكتب قصص. كنت شايف ان انا عايز اشتغل اكتر في الاخراج اكتر من الكتابة، حتى لما ابتديت اخرج افلام وثائقية. فقعدت الفترة بخرج افلام وثائقية جنب شغلي كمساعد مخرج جنب الكتابة كهواية، لحد 2010 لما ابتديت اكتب في اعمال، في ورش كتابة لاعمال مختلفة. من بعد 2011 ابتديت اشتغل اكتر في الكتابة، فكانت البداية مع البرامج، وكان بيستهويني فكرة ان انا اشتغل على، انا اوريدي عندي تجربة كبيرة مع الاخراج، تجربة مع الافلام الوثائقية، وتجربة مع الكتابة، فكنت مهتم بفورمات البرامج، يعني صناعة الفورمات بتاع البرنامج اكتر من كتابة حلقات البرنامج، اللي هو ازاي يبقى عندنا زي ما بيقولوا بايبل لشكل البرنامج. فبدأت اركز في ده، وعملت ساعتها بدأت اشتغل مع الفريق بتاع صاحبة السعادة من أول لحظة على شكل البرنامج وهيبقى البرنامج شكله عامل إزاي. كنت بظهر كمان في البرنامج في الموسم الأول، إن كان جزء من البرنامج فكرة إنك تشوف ورشة الكتابة جوه الحلقة بتتصور. واشتغلت بعد كده مع مدام إسعاد في الراديو، عملت لها برنامج زي ما بقولك كده، قعد سنتين في الراديو، عملت لها برنامج بعد كده اتعرض في إذاعة في رمضان اللي هو يدوم العز وبالك أنت في رمضانين ورا بعض، وهي كانت تجربة سرية جدا جدا، لان مدام اسعاد يعني شخص طول الوقت اتعلم منه حاجات، هي بحس انه ان هي كاتبه ومنتجه وممثله ومذيعه، يعني هي عندها تجارب كتير متلخبطه، وهي يمكن من الناس اللي قالوا لي في وقت من الاوقات حاول تختار حاجه تركز فيها اكتر، يعني مش كل شويه تعمل حاجه غير التانيه، حاول تركز اكتر. وانا شايف انك تركز اكتر في الكتابه، اعمل الحاجات التانيه اللي بتحبها بس حاول انك تركز في الكتابة أكتر. عملت برامج تانية، عملت برنامج سهرانين لأمير كرارة، أنا وبنتي للشريف منير، قهوة أشرف لأشرف عبد الباقي، أقوى أم في مصر، يعني عملت فورماتس لبرامج كتير في السنوات اللي فاتت، وابتديت أركز أكتر في الكتابة. فعملت أول مسلسل كتابتي كان اسمه قارئة الفنجان، هو كان مسلسل رعب، وبعدين عملت مسلسل 5 حلقات كان اسمه قولي لأحمد
ده كان كوميدي في حلوة الدنيا سكر، وبعدين شاركت في كتابة الاختيار ثلاثة، وبعدين أول مسلسل رمضاني ليا كان الكتيبة 101. يا دي المسؤولية. أولا يعني خليني أقول لك ما شاء الله عند جذع الشجرة اللي جنبي ده تاتشود ده أولا. اتنين انه اكتر حاجة من الحاجات اللي عجباني جدا هي مسألة انك انت مش مركز في الكتابة بتاعتك على نوعية، يعني لو ايه انا هكتب رعب، انا هكتب كوميدي، انا هكتب بطولات وملاحم وملفات مصرية من المخابرات العامة المصرية او الجيش المصري الى اخره، انا بكتب، وده في حد ذاته رائع. انا بشوف انه اهتمامي بالكتاب، اهتمامي اصلا بالفن جاي من فكره الحواديت. يعني انه كل الحاجات دي انه ممكن تحس انها شغلانات مختلفه، بس انا بحس انها هي نفس الشغلانه، هو ازاي تحكي حدوته، تحكيها بانهي طريقه، سواء انك بتخرجها بتصورها بتمنتجها، يعني هي ان فكره السرد نفسه صح. فبحس ان النوع ده مرحله تانية، يعني فكره انك تقول ان انا كاتب متخصص في كتابه كذا، انا حاسس ان ده قرار صعب قوي. يعني الناس اللي بتقدر تقول لنفسها كده دي بتبقى يعني ابطال، ان هو عارفوا يقولوا ان انا مش هكتب غير النوع ده، لانه في النهايه انت بتكتب القصص اللي انت قادر انك تتفاعل معها وقادر انك تشوفها هتطلع شكلها عامل ازاي. دي حاجه لاحقه على فكره الكتابه وفكره الحكي. تكتب بناء على المطلوب ولا تكتب بناء على اللي انت حاسس انك عايز تطلع فيه كتابه وطاقه ودفق من المشاعر الى اخره؟ في الاخر ده صراع عند اي فنان، اللي هو الصراع ما بين انه هي لو هي شغلانتك اللي انت بتكسب منها فلوس، فانت طول الوقت يبقى عندك السؤال اكتب اللي الناس بتطلبه مني او اللي ممكن يحقق الارباح الماليه، ولا اكتب اللي انا بس اقدر اتفاعل معاه واحس بيه. وانا بحس انه الحل دايما انك تقف في منطقه وسط، انك تكتب اللي تقدر تتفاعل معاه وتحس بيه، بس يقدر انه يحقق لك انك تتواجد وانك تبقى موجود في العالم بتاع الصناعة دي، لأنك مش دايما اللي انت بتتمناه هو اللي مطلوب، ومش دايما اللي مطلوب هو يعني ما تقدرش تقف وتقول لا أنا مش هعمل الموضوع كذا. أحيانا كتير جدا لازم تكون واعي للصناعة وواعي للظروف المحيطة بيها وتختار أكتر حاجة انت تكون متقبلها. أنا بشوف انه صعب قوي انك تكتب حاجة انت مش قادر تحسها، يعني صعب قوي انك تعمل فيها حاجة أو هي بعيدة عن توقع، بعيدة عن خيالك، حاجة أنت ما شفتهاش، حاجة أنت ما عشتهاش، حاجة حتى ما فيش أي رابط ما بينك وما بينها، أكيد مش هتطلع أحسن حاجة، وبالتالي كمان هترجع تخسرك على الناحية التانية إن أنت تبقى أصلاً عملت حاجة تخليك تكسب فلوس. حلو. أنا قبل ما هروح للسؤال اللي جاي أنا عايز أستأذنك، عايزين نشوف مشهد بالمناسبة من الكتيبة 101، وبعدين عايزين نرجع نكمل هذا الكلام، هذه الدردشة، هذه المناقشة، سميها زي ما تحب. تعالوا نشوف مشهد فتحي عبد الوهاب، وده عبقري بالمناسبة، عبقري مع بقى الإرهابيين في الأنفاق. اتفرج على المشهد. مبروك يا حكيم، العبوات اللي زرعناها على طريق الجورة اتفجرت في مضرعة للجيش، مات واحد وانصابوا ثلاثة. أنا عارف إنه مش هذه الغزوات اللي بتفرحك، بس ودنا نتفائل يا حكيم. ابشر يا دكتور. فائل بايه بس؟ فائل بالرجاله اللي بتموت كل يوم ولا اللي بيقبض عليهم الجيش؟ احنا عملياتنا خايبه يا اسامه، خايبه. لا تزعل مني يا حكيم، صارنا شهور بنعيد نفس الكلام. الغزوات الكبيرة محتاجة دولار، دولار يا حكيم وسلاح. وهجوم الشيخ زويد اللي أنا ما كنت راضي عنه وما حد شاورني فيه، بس عادي. أبو ضعاب يحاول تصحيح الأمور. الجيش وصل لآخر مزرعتين أنا كنت قاعد فيهم. لو استنينا أبو ضعاب هنموت كلنا. على ما يفكر ويقرر ويتحرك هنكون متنا، هنكون متنا كلنا. احنا لازم نفكر بنفسنا، بنفسنا ابو اسامة. هو عبد الله ولد موسي
قالب الدنيا عليك. مش كنت ذبحته مع ابوه واخوه وريحتنا من العيله هذي؟ انا ودي اياك تفكر صح. احنا الاثنين سلامتنا وحياتنا اهم شيء. ابو دعاء مش حيلاقي احسن مننا. هذا لو قدر انه يعيد الامور لمصلحه التنظيم، ولو ما قدر هذا احنا عشينا حياتنا للي جاي. انت صح، انت صح. المهم نعيش، عشان كذا ما ودي نقعد مع بعض بعد اليوم. الان واليوم من هنا تروح وين؟ تروح وين يا حكي؟ الأفضل أنك ما تعرفش. الأفضل. أبشر. أبشر. إحنا كنا حالاً لسه الحقيقة إنه زياد هو اللي كان بيلفت نظري إلى فتحي عبد الوهاب في المسلسل، وقلت لي انا هقول لو انت قاعد ليه، طب ما وانت موجود قول لي كنت بتقول ايه. بكلمك على فتحي عبد الوهاب، الطريقه اللي عمل بيها دور الشخصيه بتاعت وحيد، لو لاحظتها طول المسلسل هو بملامح صارمه، ما عندوش تعبيرات، ما بينفعلش اطلاقا، واثق من نفسه ثقه رهيبه، ما بتقدرش تقدر تعرف هو بيفكر في ايه او هو حاسس بايه. لكن لانه في الحلقه الاخيره بيبقى هو انهزم في الشيخ زويد، ومراته اتقتلت، ومر عليه سنة في حالة سيئة جدا. صحيح. فهو المشاهد اللي عاملها في الحلقة الأخيرة عشان يحسسك بمرور الوقت ده، وإنه شخصيته اتغيرت فجأة، بقى عنده تعبيرات، بقى باين عليه الخوف، بقى باين عليه الغضب، بقى باين عليه الياس، فبقى مهزوز، ما بقاش قادر يحافظ على شخصيته. ودي تفصيلة بسيطة جدا بس بتقول قد إيه هو عبقري في تناوله للشخصيات، عبقري في تعامله مع الشخصية المكتوبة، ازاي هو يبقى يفكر فيها. حد تاني، احنا مثلا كان احد الاقتراحات ان عشان الناس تحس بفرق الوقت ده، ان هو يبقى دقنه طولت. عشان شكلا صورة دقنه طولت يبقى عدى وقت طويل. بس هو اختار انه لا، انت ممكن تحس ان عدى وقت طويل، تحس انه انا شخصيتي ما بقتش زي الاول، انا اتغيرت تماما بعد ما عدى عليا سنة فيها انا فشلت في كل حاجة ومش عارف اهرب من المصير اللي محتوم اللي موجود. وده بالمناسبة أظنه الاختيار الأكثر عمقا بالزبط. والأكثر نضجا، لأنه دقنه طول، دقنه أسرت، شعره بيض، شعره ما بيضش. يعني مش دي القصة، هي القصة إيه اللي حصل في شخصيته وفي تركيبته نتيجة التفاعلات بقى اللي بدأت تحصل حواليه، انهزام وهزيمة واهتزاز بالزبط. ثقة كمان، ثقة من نفسه كممثل إن هو مش محتاج وسيلة مساعدة، لانه ما هو الدقن بتساعدك انها بتختصر عليك نص المشوار طبعاً. بس ثقه بالنفس انك تقول انا مش هبقى محتاجها عشان الناس تحس ان انا عدى عليا وقت. طب هنا ده يلفت نظري النقطه، قلت لي من ضمن الاقتراحات هو انتوا كنتوا بتعملوا زي ما كان بيجرى زمان، يقول لك بروفه الترابيزه ونقعد بالزبط. فعلا بالظبط، لانه هو ممكن يكون مسلسل الكتيبه بدا تصويره في وقت متاخر، لكن مسلسل الكتيبه كان مكتوب كله من وقت بدري ومتراجع ومتعدل، وبالتالي كان في فرصه انك تشوف كل القصه، والممثلين يقدروا يشوفوا القصه من بدايتها لنهايتها. وبالتالي كان في نقاشات كتير ما بيني وما بين سلامه وما بين سلامه وما بين الممثلين حوالين كل التفاصيل، لانه كمان لو في اي ممثل هيتمرن على حاجه، يعني عمرو يوسف كان بيتمرن على كل العمليات اللي هو هيبتدي ينفذها، فكان محتاج يبقى عارف طبيعة وشكل العمليات اللي هو محتاج ياخد تدريبات عليها. آسر ياسين كان محتاج ان هو يقابل ناس من اللي اشتغلوا على الملف ده ويشوف طريقة كلامهم، هما بيحققوا ازاي مع العناصر بتقبض عليها، هما بيتحركوا ازاي، علاقاتهم شكلها عامل ازاي. فبالتالي هو شايف القصة كاملة، فكل واحد كان شايف دوره بشكل كامل، فكان فيه طبعا نقاشات فنية حوالين هل النقطة دي واضحة؟ هل المعلومة دي محتاجة نأكدها؟ هل محتاجين نغير حاجة في الشكل؟ وكان في فرصة كبيرة في دور الدكتور وحيد، لأنه هو مستوحى من شخصيات حقيقية، لكن هو مفيش حد في التنظيم كان اسمه الدكتور وحيد. فبالتالي هو كان فتحي عبد الوهاب كان عنده مساحة
ان هو يختار هو هيقدمه بانهي شكل من اشكال الاداء. بس انا كنت لسه هسألك اقول لك هو مين الدكتور وحيد باعتبارك انت اللي اطلعت على الملفات الاصليه. هو تقدر تقول ان هو ثلاث شخصيات حقيقيه في بعض. يعني هو مش شخص بعينه، لكن هو كذا شخصيه، في تفاصيل من كذا شخصيه. عشان كده في ناس ممكن تقول ايوه ما هو فلان هو اللي قتل عمه، لا بس فلان هو اللي كان مهرب وانضم للتنظيم. لا ما هو فلان ده اللي قتلوا له مراته. يعني في تفاصيله بتخلي الناس ممكن تربطه بشخصيات حقيقيه، لكن احنا كنا محتاجين نقدم الشخصيه اللي هي شخصيه المهرب اللي هيتوافق رغباته مع رغبات التنظيم، فيتحول في البدايه انه شايف ان هو بيستفيد منهم وهما بيستفيدوا منه، للحظه ان هو يشوف ان انا ممكن اكون امير للتنظيم ده او قائد للتنظيم ده. تخيل مهرب يتحول الى امير، يعني اعتقد لو امير في تنظيم المفروض انه تنظيم ديني، يعني اللي هو انتوا ايه؟ ما هي انا بعتقد انه هي الـ 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 الفكره الدينيه دي هي مش فكره حقيقيه في التنظيمات دي، هي مجرد خلفيه عشان نقدر نحقق اهداف تانية. يعني في الاخر خالص الموضوع ده مش رئيسي في القصه، واعتقد ان هما بينهم وبين بعض عارفين الفرق ما بين اللي في التنظيم مهتمين يعني حتى يقول لك ده شرعي ودول محاربين، والمحاربين مش لازم يكونوا عارفين في الشرع قوي لانه دي مش القضيه، احنا هبقى نسال الشرعيين. يعني مش كل اللي في التنظيم اصلا مهتمين بالحاجات الفقهيه او بالحاجات الدينيه، هو في النهايه بالعكس في ناس منهم كتير بالنسبه لهم هي شغلانه، يعني حاجه هو بيتقاضى عنها اجر. وبالتالي ودي تفصيله كنا احنا مهتمين بالتركيز عليها، انه فكره ان هو في ناس علاقتها بالتنظيم مرتبطه بالفلوس، انه ما هي دي الفكره. انت بتشوف فكره انه الفرق ما بين تنظيم القاعده وحد زي تنظيم الدوله هي فكره انه اهتم بالدعايه، اهتم بانه يبقى عنده اصدارات ويقدم افلام. صحيح، هي جزء منها كانت كانه بيعلن عن نفسه عشان يقدر يبقى عنده يقدر يجند ناس. مظبوط، ان هو ما تيجي تشارك مظبوط 100% في الموضوع ده. فجزء من الموضوع انه مش كل الناس متفقه على الرؤيه. يعني هو في النهايه انا هاجي هعمل حاجه هاخد عليها فلوس هقتل، اكيد هو ما عندوش مانع انه يعمل الحاجه دي، بس اكيد الاهم بالنسبه له هو الفلوس. هنا عايز اخد معاك برضو كده زاويه، انه شغلك كمخرج وبروديوسر منتج فني للافلام الوثائقيه ده أثر أظن وإنت بتشتغل على الكتيبة 101، إنه إنت عندك القبعتين، قبعة مخرج الوثائقيات وعندك القبعة بتاعت راجل بيكتب ملحمة، وبالتالي أحداث كتير حقيقية 100%، شخصيات كتير منها حقيقية 100%، وشخصيات أخرى زي ما أنت قلت هي مزيج من شخوص كانت بالفعل موجودة بس هي مزيج. فما بين الواقع وما بين الحتة بتاعت الدراما اللي لازم يحطها الكاتب والمخرج وما إلى ذلك، وما بين الحاجات التي لا يجب حتى أنه كان يطلع عليها زياد، ومش أكيد ما اطلعتش عليها ولا حتى المشاهد هيطلع عليها، لأنه في حاجة بتبقى كلاسيفايد زي ما بيتقال. ده قد إيه فادك شغل الوثائقي، فادك وانت بتشتغل على 101؟ طبعا طبعا كنت مستفيد جدا، وانت تقدر تحس قد ايه الموضوع ممتع ان انت تطلع على معلومات. يعني حد بيحب الافلام الوثائقيه وبيحب الافلام الوثائقيه، فكره انه القصص، لا هي قصص اكبر بكتير جدا، وانا كنت مشغول بان انا اعرف اكتر حتى مش في اللي بيدور في اللي احنا في الزمن اللي احنا بنعمله اللي هو من اكتوبر 2014 لاغسطس 2016، كنت مهتم اعرف من 2011 ل 2020 لانه حاسس ان كل الحاجات ممكن تبقى مرتبطه ببعض. كمان يمكن فادني في حاجه ليها علاقه بفكره انه انا كان من الصعوبه فكره انك تكتب حوار لشخصيات حقيقيه من الشهداء او من اهالي الشهداء، او فانا كنت بدور على عشان اعرف الناس ممكن تقول ايه، كنت بدور على التغطيات الاخباريه اللي اتعملت مع اهالي الشهداء في لحظه استشهادهم. فاشتغلت بعقليه الاستقصائي، ان انا عايز اشوف زوجه الشهيد او والده الشهيد لما في 2015 استشهد، لما صوروا معاها كان ايه مشاعرها، كانت بتقول ايه. انت ممكن تقابلها دلوقتي بس في زمن وقتها حاجه تانية في اللحظه دي طبعا. عشان كده اقول لك مثلا انه جملة من الجمل اللي كانت موجودة في المسلسل اللي بتقولها
والدة العسكري بركات، ويمكن عسكري بركات هو برضو مش شخصية حقيقية، هو برضو قصصي. بس أنا اتفرجت على لقاءات كتير مع أمهات جنود من اللي ماتوا في سيناء، صورت معاهم القنوات الإخبارية بعد الاستشهاد في جنازتهم، لأنه كنت عايز أشوف هي الأم هتقول إيه في يوم زي ده. فجملة زي أنه ابني أنا بحبه وإخواته بيحبوه والأهل البلد كلهم بيحبوه، التراب اللي بيمشي عليه كان بيحبه، دي جملة قالتها أم شهيد، أنه إن هي كانت أكتر حاجة شغلاها أنها تعرف أنا ابني لما مات كان سلاحه في إيده ولا كان خايف. دي أمه، دي أمه، أمه اللي كانت مشغولة أنها تعرف، أمه اللي كانت طول الوقت بتقول أنا كنت طول الوقت بوصيه اوعى تبقى جبان، اوعى ما تخوفش مع أصحابك، اوعى تسيبهم وتجري، اوعى تخاف. فدي الأم. أنت أعتقد أنه أنت كسيناريست ممكن تقعد تفكر، بس مش ممكن توصل بخيالك أنك تقدم الصورة دي. صح. أنت في الغالب هتخليها حزينة أو منكسرة، أو حتى بتقول قدر الله وما شاء فعل أو الحمد لله، بس أنك توصل لمرحلة أنك تكتشف أن أمه نفسها هي اللي كانت بتقول له اوعى تبقى جبان، اوعى تبقى خايف، اوعى تفضحنا. فيمكن استفدت من أن أنا اتفرجت على كل الحاجات، يعني كل الحاجات اللي ليها علاقة بالجزء بقى اللي هو مش رسمي أو مش العملية نفسها أو مش التغطية الإخبارية، ولكن لقاءات مع الناس العاديين، اللقاءات اللي مع الناس اللي من أهالي سيناء في 2015. هم بيوصفوا اللي عايشوا حياتهم، بقى كله اللي عايشوا اللحظات نفسها، عشان نشوفهم هم بيقولوا ايه، الكهرباء كانت بتقطع ولا المية ما كانتش بتوصل ولا كان ايه المشكلة. طب هم بيوصفوا التكفيريين بايه؟ يعني الوصف بتاع اللي على لسان الشهيدة مها اللي هي الأستاذة وفاء عامر، انه التكفيريين او الارهابيين دول زي الجربوع. الجربوع ده فار صغير كده ديله طويل، فار صحراوي بيعيش في الصحراء، وهو معروف انه ما بيطلعش بالنهار، بيحفر انفاق بيعيش فيها طول النهار وبيظهر بس في الليل. ده تعبير قاله حد سيناوي على انه هم زي الجربوع، احنا ما بيعيشوا في انفاق وما بيطلعوش غير في الليل، يعني انت ما تقدرش تشوفه بالنهار لانه على طول مستخبي وعلى طول خايف. فالفكرة دي كانت الحاجة اللي أنا اشتغلت عليها أكتر، إن أنا أدور على مصادر زي ما بيقولوا كده، المصادر الغير تاريخية أو الغير رسمية للحصول على معلومات تاريخية. صح. إنك تحاول إنها تلاقيها عشان تقدر تحكي حكايات، فتشوف تفاصيل صغيرة، إنه العسكري أبانوب في صديق ليه حكى إنه هو قال أنا مش عايز أنزل أجازة في رمضان بس أنا عايز أنزل في الوقفة. فنزلوا زمايلي أجازة في رمضان بس أنا هنزل أنا في وقفة العيد. فدي تفصيل قالها صديق لي، فحلو ان انت تخليها على لسانه. خدها بالظبط في مشهد من الـ من الـ من المشاهد. فيمكن انا ده اللي بشوف ان انا استفدته، ان انا عرفت ادور في حاجات ما كانش الطبيعي ان انت تروح انك تدور فيها عشان تكتب مسلسل زي ده. طب هستأذنك هنشوف مشهد كمان من الكتيبه 101. وبالمناسبه هي المشاهد دي اصلها الحاجات الملحميه دي بتبقى فعلا ممتعه، ممتعة وبتخليك تبقى قاعد عمال مركز، وبعدين بالذات بقى في حالة زي حالتي كده أنا والمشاهدين قاعدين بنسمعك وانت بتتكلم على صناعة المسلسل، بتخلينا بنركز بزاوية مختلفة لما بنتفرج. تعالوا نشوف مشهد تاني، والمشهد ده اللي فيه عمرو يوسف بيتعرض لإصابة ساعة التفجير إياه، وبرضه عايز نتكلم عنه، ولسه في سؤال أنا كنت عايز أقوله ونسيته، بس هنشوف المشهد برضه. نور نور نور، اسعاف اسعاف بسرعة، رد عليا نور نور نور، بسرعة اسعاف بسرعة نور نور. دوريات الجيش بتمشط كل حته في الشيخ زويد ورفح والعريش، ورجاله مش عارفه تتحرك على فين، وفي رجاله كتير ماتت، حتى المصابين مش عارفين ننقلهم ولا نوديهم على فين. وابو اسامه وحكيم اختفوا ومش عارفين مكانهم فين. الحمد لله، حتى لو ماتوا كلهم مش مشكله، دول عند ربنا واحنا في ايام مفترقه. احنا عملنا بيان إننا عملنا هجوم كبير وانسحبنا بعد تدخل الطيران، وده خوفاً على أهل سيناء. أعتقد إن الإخوة فخورين بينا جداً،
وهينشروا ده على قنواتهم وعلى الانترنت لأيام وشهور جاية. طب نشدد الحراسة هنا؟ لا لا لا، تعملش حاجة غير معتادة. الجيش الفترة اللي جاية دي هيقابل مجموعات ورجالة بتتحرك في كل مكان، وده هيشغلهم إنهم يعرفوا أنا فين. لكن إحنا شكلنا كده مش هنعرف نتحرك من هنا، والفترة طويلة جدا. طيب خليني هرحب بيك مره كمان ومي، وايه الوقت قرب يخلص وحاجات زي كده. بص الحاجتين انا بصراحه مشغول بيهم جدا، حاجه منهم هي مساله انت مثلا جالك تليفون، اياد ازيك عامل ايه، بص احنا عاوزينك علشان تكتب مسلسل هيتعرض في رمضان واحنا في ملف معين عاوزينك تيجي وتطلع عليه، ولا انت مثلا رحت للشركه قلت لهم يا جماعه والله انا عندي تصور على حاجه بتحصل في سينا ومش عارف ايه، وايه امكانيه ان احنا نعمل حاجات بطولات حقيقيه بدل ما انا اجيب حاجه من خيالي. دي ولا الاولاني ان هم حاجه تخض دي يعني. ان هم كلموني بس هم ما قالوليش في التليفون المسلسل ايه. لما وصلت قالوا لي المسلسل ايه. ازيك يا اياد عامل ايه، كويس، احنا عايزين نقعد معاك شويه. انا لو حد قال لي عايزين نقعد معاك شويه انا ممكن اطب ساكت يعني. يعني بالعكس انا كنت متحمس جدا جدا جدا، لانه هي فرصه. انا بشوف الموضوع بشكل واسع، انت عندك كام مسلسل حربي انتج في تاريخ المسلسلات في مصر؟ مش كتير. كام فيلم؟ برضو مش كتير. فرصه ما تترفضش ابدا يعني. يعني فرصه ان انت تشتغل في عمل مبني على احداث حقيقيه، في قصة من قصص القوات المسلحة، حاجة هتعيش ومش متكررة كتير. معرفش هيحصل تاني امتى ان انا يبقى عندي الفرصة دي. فانا طبعا كان بالنسبة لي قادر اعرف ان الموضوع فيه صعوبة كبيرة، فيه ضغط كبير، فيه مسؤولية كبيرة، فيه تحدي كبير، فيه تحدي كبير كمان في التنفيذ، انه التنفيذ يقدر يحقق كل اللي هو مكتوب، انك هتفضل تشتغل لحد اخر لحظة. قادر استوعب انه ده كان فيه ضغط نفسي وعصبي ومجهود وكل حاجه، بس هي فرصه استثنائيه. فبالتالي كانت بالنسبه لي حاجه اكيد احب انها تحصل يعني. في حاجات بقى لما انت يعني، يمكن اعتبر ده اخر سؤال. حاضر حاضر. في حاجات وانت قاعد بقى وعمال بتقرا وبتطلع على وثائق وملفات وحاجات زي كده، اتقال لك مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، ده لمعلوماتك ولكن مش ده اللي هيتعمل في المسلسل. في معلومات كتير جدا انت بتعرفها عشان تقدر تتخيل الحاجات بالزبط. ممكن ما تحكيش القصه دي تحديد، او ما تحكيش الحاجه دي، لكن تبقى لانها موجودة. كمان مش في السياق اللي انت بتحكي عنه، عشان كده بقول لك موجوده في خلفيتك. انت محتاج انك تبقى عارف اللي حصل من 2011 عشان تحكي حاجه في 2015. في لحظات انا كنت بقول لهم طب ممكن نرجع للحظه دي يعني نرجع نحكي قصه قديمه عشان انا حاسس انها تستحق انها أيوة. تتحكي. وانا كنت مهتم اعرف كل حاجه. وفي العادي كمان انت لما بتقعد مع اي شخص من الاشخاص اللي كانوا بيخدموا في الفتره دي هو مش عارف يحكي لك ايه بالظبط عشان تعمله في المسلسل، هو بيحكي لك كل اللي هو عارفه. ايوه. في مرحله تانية هي مرحله ايه اللي ينفع يتحكي وايه اللي ما ينفعش يتحكي، لانه فاهم هو محدش طبعًا. بيحكي بفلتر طبعا، بس انت بتعرف كل القصص وبعدين تبتدي تشوف ايه اللي انت هتقدر تحكيه جوه المسلسل. اياد انت نورتني وشرفتني وانا سعيد جدا ان احنا اتقابلنا النهارده، وحتى احنا كنا قبل ما نبدا لقائنا قلت لك احنا اتقابلنا امتى، قلت لي ده زمان في 2012 2013 في اون تي في. انا سعيد يمكن حتى وان كانت مرت 10 سنين، انا لا اتمنى ان تمر 10 سنين تانيين من غير ما نتقابل. خلينا نتقابل على الاقل مره كل شهرين ثلاثه، لانه حقيقي حقيقي انت شخص رائع تخلي الواحد يحب يكتسبه كصديق، مش بس كمؤلف ومش بس كزميل في هذه الصناعه. شكر جدا، نورت وشرفت. لا يعني حقيقي. انا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وجهزنا بقى فيلم سينما كده حلو بقى. يا رب يا سيما رب. سيما انا عايز سيما بقى. حاضر حاضر. نورتنا اياد، كل الشكر ليك، و كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه، و استنونا ما تسيبوناش احنا لسه راجعين معاكم.
نورتينا، كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليك يا رب. اتفضلي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله منورين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. عيد سعيد. ربنا يخليك. دايما انا بيلح عليا سؤال مهم، انه رنا بتغني ورنا مثلت ومثلتي مع سعيد حامد، ودي حاجه قويه جدا طبعاً. بالمناسبه يعني، ورنا بتقدم برامج. السؤال بقى رنا، على قدي كده، على قدي، بلاش يعني. لا ده انت خدتي جوائز. الحمد لله ما شاء الله. انت عايزه ايه؟ انا عايزه ايه؟ السؤال ده في الصميم. هقول لحضرتك، انا نفسي احقق فكره الفنانه الشامله. يعني نفسي اغني ونفسي امثل ونفسي ارقص ونفسي اعمل كل حاجه. حلو. عندي طاقه رهيبه فنيه، بحس ان هي ملهاش حدود. اوكي، ده ما يقلقكيش من انك تبداي تشتتي طاقتك، بدل ما انا رنا اللي بتغني ومحققه فيها كتير وماشيه على مسار كويس جدا، ولا انه لا انا مرتباها؟ هقول لحضرتك حاجه، انا ما بدخلش حاجه غير لما بقعد اذاكرها، يعني انا من الناس اللي بتحب تذاكر طول الوقت. يعني المزيكا، انا درست موسيقى عربيه بالظبط، وعلشان ادخل امثل، انا طبعا بنت المسرح وبدات من وانا صغيره قوي امثل مسرح، وده حقيقي ساعدني كتير قوي كمان في الغنى. ورغم ذلك مفيش عمل كنت بدخله الا ما كنت قبلها لازم اخد ورشه تمثيل محترمه علشان اقعد ادخل الدور وانا مستعده وجاهزه. تقديم البرامج ذاكرت كتير وما زلت بذاكر، والحمد لله رب العالمين. يعني اللي بيسمعني هيحس ان في دايما في عندي تطور في حته، بدور على نقط ضعفي فين واحاول اقويها. طول الوقت بحاول ان انا اشتغل على نفسي. فانا شايفه ان البني ادم طول ما هو بيحاول وطول ما هو بيسعى مفيش حاجه اسمها صعب، مفيش حاجه اسمها مستحيل. بتحبي ايه اكتر؟ الغنى رقم واحد. طب ما انت كده جاوبتي يا انت كده جاوبتي. انت مش عارف، انا دايما من انصار انه انت بتحب ايه؟ طبعا من قلب، في دمي المزيكا. انت بتغني من بدري، يعني بتغني من وانت قد كده، انت لازلتي قد، بس هي المساله في انه يعني والله، بس مساله انه هو انت من
يعني من ساعه غالبا ما اتعلمتي تتكلمي فانت بداتي تغني. ده الغنى ده، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا قبل ما اكتشف ان انا بعرف اغني كان عندي هوس الاذاعه. لا والله العظيم، اذاعه مدرسيه زمان كان في اذاعه مدرسيه، ده كان اساسي. انا دايما انا يا اما بقدم الاذاعه المدرسيه يا اما بقول في فقرات كده معينه، دي اساسي، دي ثابته في كل مراحل العمريه بتاعتي اللي فاتت. كنت بجيب شرايط الكاسيت الفاضيه وامسك الجورنان وانا صغيره واقعد اقرا زي مذيعين نشره الاخبار. لا 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 والله، قبل ما اكتشف اصلا ان انا صوتي حلو، وكأن وقتها كانت أبواب السماء مفتوحة ويريد ربنا أن يعدي السنين وأشتغل في الإعلام في 90-90. في 90-90 طبعا. طيب ده برضه هيخليني هسأل بقى سؤال، هو أنت كنت بتقدمي إيه في الإذاعة؟ أصلا الموضوع ده بالنسبة لي مهم أن أنا أعرف كنت بتقدمي إيه. هقول لحضرتك كانوا دايما يا إما بعمل المقدمة الطويلة دي اللي هي التقديمه الاولانيه، التقديمه اللي هي بنقعد نقول، يا اما دايما يخلوني اقول القران الكريم عشان صوتي حلو، اقول ادعيه دينيه. دي اهم الحاجات اللي كانت ثابته عندي لازم في الاذاعه المدرسيه من وانا صغيره. كنا بنخش بقى بيا مسابقات، يعني خلاص رنا صوتها حلو فندخل بقى مسابقات اللي بتبقى على مستوى المدارس، مستوى الادارات واي فرقه موسيقيه. في الاذاعه المدرسيه ولا في الغنى؟ لا الاول الاذاعه المدرسيه وبعد كده الغنى. في الغنى. طب ما برضه انا ده خليني اسالك تاني، يعني انا عارف ان احنا عايزين نغني ونسمع وكله وانا هبقى مبسوط واحنا بنغني جدا، بس انا في حاجه انا عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره قولي. قبل يعني ما نتبسط بالغنى والكلام ده كله، حضرتك من الاعلاميين المفضلين بالنسبه لي وتجدد مش مجامله ومش والله. علشان حضرتك قدامي دلوقتي، بس انا مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك النهارده. ده انا حظي كويس وربنا يخليك. صدقيني حظي كويس، اجيب لك انا مبسوط ان قاعد عمال بسمع بحد ان هو للدرجه دي شغوف بمساله التقديم والاعلام. طب ليه ما دخلتيش تدرسي اعلام؟ يعني ايه اللي خلاكي روحتي داخله معهد الموسيقى؟ الموسيقى العربيه. المزيكا شدتني زي ما قلت لحضرتك، انا المزيكا رقم واحد عندي فسحبتني كده. وانا حاليا على فكره لسه يعني انا ما اعلنتش الموضوع ده، بس انا قاعده بذاكر اعلام وبدرس اعلام مفتوح، تعليم مفتوح حاليا. يعني ناويه تكملي دراسه اعلام؟ زي ما قلت حضرتك بحب اذاكر قوي الحاجه اللي انا بشوف ان هي بدخلها، اي حاجه بدخلها. فحسيت ان انا في الاعلام لا لسه في عندي حاجات كتير قوي عايزه اعملها. ما خدتكيش الجلاله بتاعت انا خلاص عملت برنامج واثنين وثلاثه وخدت بدل الجايزه اثنين وثلاثه فانا كده في التمام خلاص؟ مش شرط عشان ابقى خدت جايزه واثنين وثلاثه وعملت برنامج واثنين وثلاثه ان انا ابقى وصلت للحته اللي اقدر اقول على نفسي انا فعلا اعلاميه، انا عايزه اوصل للحته دي، انا اعلاميه مش عشان انا بغني فبقيت مذيعه بعمل برامج فنيه. وده كان التحدي بالنسبه لي من اول برنامج عملناه لحد النهارده، كان اول تحدي بالنسبه لي ان انا اثبت ان انا اقدر اعمل ده حتى لو انا مش بغني. طيب تعالي نغني وبعدين بعد ما هنغني عايزين نكمل كلام اكتر على مش بس بقى الاعلام والغنى، هي التجربه مع بتاعه الشغل مع الاستاذ سعيد حامد، وده مخرج عظيم. ودي كانت اول تجربه بالنسبه لي قدام كاميرا تلفزيون، قدام كاميرا، قدام مخرج عظيم زي ده. بالنسبه لي كنت خايفه قوي وكانت مسؤوليه كبيره جدا. هنحكي بعد ما نغني ولا عايزين نحكي دلوقتي؟ ما تضيعيش عليها الحدوته دي لان لو حكيتيها دلوقتي هتبقى مختصره عشان نبقى عايزين نقوم لا نغني. مش هختصر. فانت هتغني وبعدين نقعد على راحتنا تحكي لي تجربتك، اصل انا بحب سعيد حامد ده حب انت مش متصوره، يعني ما حفظ اللقب لانه قيمه كبيره قوي بالنسبه لي. طبعا فهتغني ايه صحيح؟ مجهزين ميدلي كده اغاني قديمه، اغنيتين، اغنيه لست ورده واغنيه لست فيروز. الله، دي برضو تحديات مجازفات. طيب. وعايز اقول لحضرتك ان اول مره انا هغني الاغنيتين دول. اول مره. سيري يا نورماندي، يلا بينا. توكلي على الله. يا طير
جروح الهوى شو بينفع موجوع ما بيقول عاللي بيوجعو يا عين عباله ليالي الولداني يا طير يا طير يا طير على طرف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير بكرة يا حبيبي يا حلو السهر وبكرة يا حبيبي نحضن القمر وبكرة يا حبيبي يا حلو السهر بكرة يا حبيبي نحضن القمر وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي وبكرة يا حبيبي عيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب وتاني يا حبيبي وبكرة يا حبيبي بكره يا حبيبي
بكرة يا حبيبي. أهلا 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 بيك يا فندم. اتفضلي. قلنا بقى هتحكي لي على التجربة بتاعت سعيد حامد. ما قبل التجربة الحكاية جت إزاي؟ الحكاية جت إزاي؟ هفضل طول عمري بشكر زينة. زينة الفنانة الجميلة الممثلة الهايلة الأخت والصديقة الجدعة جدا. هي أول حد مد لي إيده وقال لي رنا يلا ده الوقت. وكانت هي اللي مرشحاني المسلسل، هو كان بطولتها مسلسل أزمة نسب. وكان إخراج الأستاذ العظيم سعيد حامد، ودي كانت أحلى فرصة أخدتها في حياتي. على قد ما كنت شايلة مسؤولية أن أنا أول مرة هقف قدام كاميرا، هقف قدام أستاذ سعيد حامد، على قد ما ده داب في ثانية إلا ثانية قد إيه الإنسان ده. هنتكلم عن سعيد حامد الإنسان، قادر أن هو يهد أي حاجز بينه وبين أي بني آدم في ثواني. ما حسيتش ان انا اول مره اقف قدام كاميرا، ما حسيتش ان انا طبعا هو قيمه وقامه كبيره جدا أوي. بس هو ما حسسنيش برهبه ده خالص، بالعكس جه قال لي انت متاكده انك اول مره تقفي قدام كاميرا؟ قلت له ايوه. قال لي لا انت شاطره جدا، وبدا يديني طاقه ايجابيه رهيبه، وكملنا المسلسل. ومن بعد المسلسل استاذ سعيد حامد في حاجه ما شفتهاش مع حد اشتغلت معاه غيره الحقيقه. هو من الناس اللي بتحافظ قوي على العلاقات الانسانيه، يعني فضل على تواصل معايا حتى بعد التصوير، يكلمني يعيد عليا وعامله ايه وانت فين وبتعملي ايه واخبارك ايه. فانا الحقيقه شرفت بان انا اشتغلت مع استاذ عظيم زي استاذ سعيد حامد. لا لا هو مذهل مذهل يعني طبعا، وزي ما انت قلتي هو على المستوى الفني والمستوى الانساني هو مهول. ده بقى خليني هرجع على حته انت قلتيها، انه اللي رشحك واللي تزقك في القصه دي كلها زينه. مظبوط. وان انتوا بقى تعرفوا بعض ازاي؟ انا عايز اقولك اول مره قابلت زينه كانت صدفه في المطار. صدفه؟ صدفه بحته. اوكي. وطبعا انا شايفاها وانا عايزه اروح اسلم عليها ومكسوفه، انا عندي رجل ورا ولقيتها بتندهي، تعالي انت رنا. فالحقيقه اتبسطت جدا. برضو زينه جميلة قوي، يعني من الناس اللي حتى لما كان بيبقى عندي مشاكل شخصية زي أي حد بيحصل له في الدنيا طبعا. كنت من أول الناس اللي بلاقيها جنبي زينة، وما بتملش وتحكي تكلمني تقولي فيكي إيه على طول. احكي أتكلم وتسمعني وما تملش، ومش هي مكالمة مثلا اللي هي من باب المجاملة وخلاص، لا هو تكلمني النهاردة وبكرة، طب أنت عاملة إيه النهاردة، طب أنت أحسن بكرة. لا لا رهيبة. أنا زينة بالنسبة لي بعتبرها أخت وصديقة من أجدع الناس اللي قابلتهم في حياتي. طيب ده كلام رائع، وعايز أكمل كلام على مسألة السينما والتمثيل بالنسبة لرنا سماحة، بس عايز أستأذنك وأستأذن المشاهدين، هنطلع فاصل سريع كده ونرجع على طول. يلا بينا.
عالي لاعمل دوشه وكده يقول لي انت بتعمل ديستورشن في المايك لو سقفت بصوت عالي. في اطار بقى حديثنا عن التمثيل والسينما وفكره الفنان الشامل، ليه مع يعني تعرف كان زمان كده يبقى فيه الفيلم الغنائي اللي هو ما يطلق عليه في العالم الميوزيكال والمسرحيه الغنائيه، بس انت ليكي مسرحيه اللي هي كوميديا البؤساء. البؤساء مظبوط. ليه ما ساعتيش وما تقوليليش اصل المنتجين اصل المخرجين؟ وارد انه يبقى كل ده موجود او دي عوامل، لكن كمان هي رنا تسعى في انه طب ما تيجوا نفكر في ان احنا نعمل فيلم غنائي في اطار تحقيق حلمك. أنا عايزة أمثل، عايزة أغني، عايزة أرقص، عايزة أعمل كل حاجة. والله نفسي يعني ده من أحلامي ومن الحاجات اللي أنا نفسي أحققها أن أنا أعمل من أول ما طلعت وأنا نفسي أعمل فيلم استعراضي غنائي زي ما كان بيتعمل زمان. صحيح. والحقيقة أن ده بقى قليل قوي. نفسي أعمل فوازير كمان. ماشي. ليه ما بقاش فيه فوازير زي طبعا للعظماء نيلي وشريهان طبعا. ليه ما بقاش فيه الفوازير دي؟ في حاجات كتير قوي احنا يمكن مفتقدينها الفتره الاخيره، يمكن ضعف انتاج، يمكن بس انا بسعى طول الوقت. انا من اكتر الناس اللي طول الوقت بسعى وبدور، ولكن قول لهم يا استاذ. وانا بقول اهو قول لهم يا فندم عايزين افلام. انا بصي انا من الناس اللي فعلا تشجع جدا على مساله المسرح الغنائي، وتشجع جدا على مساله السينما الغنائيه دي. يعني الميوزيكلز دي حاجه ممتعه طبعاً جدا قوي خالص يعني طبعا طبعا الى ابعد الحدود. بالنظر بقى لمساله المسرح او بالعوده لمساله المسرح، هي كانت صعبه ولا سهله عليك؟ يعني الوقفه على الستيج سهله في اطار ان انا رنا سماحه المطربه. هل وانا بمثل على المسرح صعب ولا لا؟ وبعدين ده فيه احتكاك مباشر، ده انت والجمهور. مفيش بقى يعني رياكشن هتاخده في ساعتها. وايا كان رياكشن الناس انت مضطر انك تكمل وما ينفعش تقل، انت لازم انت تجبر ان تطلع ازاي من اللي قاعد قدامك ده ان هو يعمل لك كده. طبعا. دي حاجه مش سهله ابدا، ولكن اللي ساعدني على ده ان انا من وانا في ثانويه عامه وانا خدوني كده رنا انت هتمثلي. امثل ايه؟ كنتش عارفه ان انا ممكن يطلع مني حاجه. قال لي لا انت هتمثلي. وخليني ارجع لاستاذ، يعني عايزه اشكر استاذ احمد متولي الله يرحمه اللي كان ليه فضل عليا. كان وقتها هو مدير اداره مدير الاداره وقتها، وهو اللي كان متوليني مسرحيا. وهو اللي علمني يعني ايه وقفه مسرح ويعني ايه كل حاجه. انا لحد النهارده ليه فضل عليا كبير قوي. هو اللي خلاني اعرف ازاي اقف على مسرح. مش سهل ابدا ابدا، ودايما بنقول ان المسرح اصعب انواع طبعًا الفنون وهو طبعًا ابو الفنون، ولكن المسرح عامل زي الادمان. اللي بيجرب يشتغل مسرح ما بيعرفش يبعد عنه. تبقى عاوز تعيد التجربه مره واثنين وثلاثه وعشرة والف. ادمان ممتع على قد ما هو صعب، على قد ما هو ممتع وجميل ويعني طاقه رهيبه للمسرح. المسرح اكثر متعه ولا الغنى اكثر متعه؟ وقعت سؤال ما ينفعش اقول الاثنين؟ يعني اطلع على المسرح امثل واغني؟ ما احنا اتفقنا ان انت عايزه تعملي كده. بس هم قريبين من بعض قوي. يعني الغنى انت برضو احتكاكك مباشر بالجمهور. زيه زي تمثيل المسرح، بس الفرق ان انا بطلع هنا وانا رنا المطربه وهنا بطلع وانا رنا الممثله. وده بيخليه صعب. اصل رنا المطربه في النهايه انا بغني كلمات حلوه، بغني مزيكا حلوه، بغني بصوت حلو الى اخره. ده اسهل. بس المسرح ده أداء بقى صح. حاجة تانية، أنت بتلبسي شخصية مش بتاعتك. صح. دي مش رنا اللي طالعة، ده حد تاني بقى، هي الشخصية المسرحية اللي قدامنا. فبتحسي بالاستمتاع أكتر فين؟ مسرح تمثيل. مسرح وتمثيل. هل ده معناه إن أنت مستعدة تكملي اللي جاي مسرح وتمثيل بقى، سواء إذا كان تلفزيون، مسرح، سينما؟ وأنا لما بعمل مسرح بعمل إيه؟ أيوه. بعمل مسرح غنائي. فانا بمثل وبغني فبحقق يعني المعادلتين. يعني لو قلت مسرحيه ما هياش مسرحيه غنائيه هتقولي لا؟ لا مش هقول لا. طيب هعملها، بس هحاول اتحايل على الموقف. هتتحايلي على الموقف؟ نحط يعني لو حتى اغنيه بسيطه هنا بتزود. على فكره انا بشوف ان الفنان اللي المطرب اللي بيمثل هو عنده عنصر زياده لازم يستغله. لما يكون عندك مطرب بيمثل ليه ما تخلوش يغني في العمل؟ بالعكس، يعني خلينا نقول كل الفنانين في زمن الفن الجميل كنا بنعرف اغانيهم من خلال الافلام اللي بيعملوها. طيب ما سمعتش مثلا عن حد من المطربين زمان طلع مثل بس؟
كلهم كانوا لازم يحطوا اغاني في الافلام اللي بيعملوها علشان ده بيزود من العمل. طب العمل بس انت عارفه يعني حتى مثلا عبد الحليم لما جه مثل هو لانه طلب بسبب جماهيريته الغنائيه. طب ما نستثمر بقى جماهيريتك في السينما. طب. ان المنتج بيبقى عاوز يستثمر برضه المنتج ما بيبقاش سهل يعني. صحيح. أروبا. وهنا هسالك بقى السؤال، انت تحبي يتقال رنا سماحه المطربه اللي بتحب التمثيل، ولا تحبي رنا سماحه الممثله اللي بتحب الغناء؟ رنا سماحه الفنانه الشامله. اوكي. طب انت مستوعبه ان ده هيستلزم منك مجهود مخيف؟ ما بحسش باي تعب طول ما انا بشتغل. ما ياخدش يعني ممكن اقف على رجلي 24 ساعه شغل احس بالتعب بعدين بعد ما بطل الشغل، لكن عندي استعداد. ما ياخدش من وقتك وانت دلوقتي عندك مالك. ربنا يخليه يا رب ويحفظه لي، يعني احلى حاجه في حياتي اصلا. طبعا طبعا. ولكن هي دي الضريبه، ما فيش حاجه اسمها حاجه تاخد من وقت، ما ينفعش حاجه تاخد من وقت. احنا مش عايزين ناخد من وقت مالك. مش هناخد من وقت مالك، ما هو مالك ليه وقته ولازم وقته بيحترم ومقدس بالنسبه لي. وقت مالك ده ما بيجيش ناحيته. ولكن وقت الشغل هو مقدس بالنسبه لي ولا يقل اهميه ابدا عن اهميه انا شغلي بالنسبه لي زي الاكل والشرب. ابو مالك رايه ايه في القصه دي؟ ابو مالك فنان زيي فالحمد لله رب العالمين، هي في بيتها. يعني ما يجيش مثلا يقول لك ايه رنا يعني قبل كده كوم ودلوقتي كوم، احنا عندنا بقى عبيت وعندنا عيل وعندنا يعني. الميزه هنا بقى ان ابو مالك الحمد لله رب العالمين راجل متعاون، ما شاء الله. يعني احنا بنتشارك مع بعض في تربيه مالك، بنتشارك مع بعض. انا عندي شغل فحد انا هو هيبقى مركز، هو عنده شغل انا هبقى مركزه. فده أهمية أنك تختار شريك حياتك، مش اللي شريك حياتك عموما حياة كاملة. صح. العملية والحياة اللي احنا عايشينها، ومهم قوي أن أنا بشوف مهم جدا أن الراجل يبقى متعاون، مش بس متعاون يزقك لقدام طبعا، يعني ما يبقاش حجر يشدك لتحت. للأسف في أمثلة كتير حوالينا كده وبشوف ان ده بدايه الوقوع، بدايه الفشل. لا، ربنا ما يكتب اي وقوع، ربنا يوفقكم دايما يا رب في حياتكم. نفسك مالك يطلع حاجه معينه ولا هتسيبيه على مزاجه؟ نفسي يطلع لعيب كوره، بس هو شكله كده المزيكا رايحه غصب عننا، بنحاول نسحبه بس هو عمال بيروح. اول ما يسمع مزيكا ويبدا بقى ايه، خلاص هو بيلحن كده مع نفسه، فربنا يستر. ربنا يخلي يا رب. اللهم امين. هتسمعينا ايه نختتم بيه الفقره الرائعه الفنيه الشامله دي على رايك؟ بما اننا عيد بقى. ايوه. والعيد فرحه. وهنعيد. وهنعيد، يبقى العيد فرحه. العيد فرحه. انا عايز اشكرك، وانا هسيب المشاهدين جداً. وهسيبك مع المشاهدين مع بعض، انا هبقى قاعد بس انا عايز اشكرك واشكركم جدا، وكل سنه وانتم طيبين، واترككم مع رنا سماحه والعيد فرحه. يلا بينا. شامله قريب وبعيد ساعدنا بيها، يا سلام بيخليها، يا سلام ساعدنا بيها بيخليها ذكرى جميله لبعد العيد. غنوا معايا، غنوا غنوا، قولوا ورايا، قولوا قولوا، غنوا معايا، غنوا غنوا، قولوا ورايا، قولوا قولوا. كتر يا ربي في اعيادنا واطرح فيها البركة وزيد. جانا العيد اهو، جانا العيد، جانا العيد اهو، جانا العيد. اهلا اهلا بالعيد، فرح احمر.
سعيد.